السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدكة والجولة الأخيرة لدوري عمان تل للمحترفين، الدوري اللي راح يختتم في يوم الغد، ومن خلاله طبعا توج العروبة بطلا للدوري، وقبل 48 ساعة أيضا توج ببطولة الكأس الغالية في لقاء دربي خاص احتضن المجمع الرياضي بولاية صور. وكذلك بالنسبة للحال لنادي السيب وبوشر فإنهما ودعا دوري عمان تل للمحترفين يوم الغد، راح يعني نتعرف على الفريق الذي سيخوض مباراة الملحق مع نادي الرستاق، ثلاثة أندية مهددة بأن تخوض هذه المباراة، السويق صحار وبدرجة أقل نادي الشباب بكرة إن شاء الله تعالى بعد نهاية الجولة رقم 26، مع بقاء يعني من الغرائب والعجائب مباراة لم تلعب حتى الآن وهي مباراة التي تمت إعادتها طبعا بين نادي ظفار ونادي النهضة، يعني بكرة ختام الدوري ومع وجود مباراة ستلعب بتاريخ 28 من الشهر الحالي. هنا في الدكة ورحب بهلال المخيني وسيف سلطان وسيف الجابري وهيثم خليل، مساكم الله بالخير. نور يا نور. قبل أن نتحدث عن أي موضوع هيثم، يعني يمكن الثلاثي كانوا موجودين معنا في صور وتقدموا أكيد بالتهنئة لنادي العروبة، وأتصور أنك حاب توجه تهنئة لنادي العروبة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير للجميع. حقيقة يعني أنا وجهت تهنئة من خلال الصحافة لكن أيضا من خلال هذا البرنامج. نعم. أهنئ إدارة نادي العروبة، أهنئ رئيس مجلس الإدارة، أهنئ الرئيس الفخري أيضا لنادي العروبة الشيخ سالم العريمي الفنة، وأهنئ أيضا كل الجهاز الفني للفريق اللي بقيادة المدرب الفرنسي فيليب، واللاعبين اللي تألقوا في البطولتين، بطولة الدوري وبطولة الكأس. طبعا الفوز بالكأس الغالية شيء كبير، لكن سبق وأن قلت أنا أنه الفائز هو ولاية صور، التنظيم الرائع اللي شاهدته، المباراة الجميلة، الأداء، عيد الفارسي اللي كان اللي قدم عيدية جميلة إلى كل جماهير نادي العروبة. نعم. الأداء اللي جميع ظهر عليه ذا من حارس المرمى إلى كل اللاعبين. نعم، هي بدون ما ندخل في التفاصيل. نعم. فقط كتهنئة طبعا لأنك ما كنت موجود معنا في صور. طيب عموما نذكر بنتيجة مباراة اليوم، طبعا اليوم أقيمت مباراة واحدة وبعد ذلك نشاهد مع النتائج مباريات الغد. اليوم ظفار مع نادي السيب، مباراة طبعا راح نتحدث عن الموقف الرائع من إدارة نادي ظفار. المباراة أقيمت في ملعب نادي مسقط وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. مباريات الغد، ست مباريات، كل المباريات راح تكون في تمام الساعة السابعة، والنصف صحن يواجه النهضة في مجمع البريمي، الشباب يستضيف العروبة في مجمع السلطان قابوس، صور يستضيف بوشر في مجمع صور، النصر وفنجة في المباراة المنقولة تلفزيونيا في مجمع السعادة، صحار في مجمع صحار يستقبل الخابورة، أما المصنعة راح يستضيف السويق في ملعب نادي مسقط. وهنا تذكير بجدول الترتيب، بطل الدوري العروبة ب 49 نقطة، في المركز الثاني نادي فنجة ب 44 نقطة، صور ثالثا ب 43 نقطة، والنصر في المركز الرابع ب 41 نقطة، يستمر أكيد مسألة الصراع على المركز الثاني. وفي المركز الخامس يأتي نادي ظفار اللي تعادل اليوم فوصل للنقطة رقم 38، وإليكم بقية جدول الترتيب. إذن سيف سلطان رحب فيك، يعني بداية نتحدث عن السيب وظفار. ظفار قام يعني وإدارة مجلس إدارة نادي ظفار عمل أكثر من رائع، المباراة مفترض تكون في صلالة لكن كانت مبادرة من مجلس إدارة النادي بقيادة الشيخ بدر رواس في إقامة المباراة في مسقط تقديرا لظروف السيب ومواجهته طبعا يوم الأربعاء في نهائي كأس الأندية الخليجية. أكيد يعني موقف جميل جدا من إدارة نادي ظفار، وليست بغريبة على إدارة نادي ظفار ورئيس أيضا مجلس الإدارة بأن يقوم بواجبه تجاه نادي يمثلنا في البطولة الخليجية، وهذه البادرة الطيبة اللي بدرت من إدارة نادي ظفار الكل أشاد فيها ويحسب لهم هذه المبادرة وليست بغريبة عليهم.
نقول لهم ألف شكر بالموقف الرائع والشهم اللي عملتوه خلال هذه المباراة، يعني نقل المباراة من صلالة إلى مسقط لمواجهة نادي السيب. الكل يعرف بأنه نادي السيب عنده مباراة مهمة جدا في نهائي البطولة الخليجية، ومثل ما ذكرت خالد موقف مشرف للأمانة، وموقف فيها الكثير من الروح، فيها الكثير من التعاون مع أخوانهم في كل الأندية وليس في نادي السيب. فألف شكر لمجلس إدارة نادي الظفار على هذا الموقف. بالنسبة للمباراة طبعا يعني مثل ما يعرف الجميع بأن نادي السيب في الدوري يعني هو هبط رسميا إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، والمباراة هذه كان مباراة تحصيل حاصل، وكان بالإمكان ممكن أنه أو ممكن كان أنه يكون استفاد نادي السيب من هذه المباراة استعدادا للمباراة النهائية اللي بيخوضها مع نادي الشباب الإماراتي. في المقابل ظفار يواصل يعني مسلسل التعادلات في المباريات الأخيرة. طبعا ظفار خسر كل شيء في هذا الموسم، طبعا الدوري والكأس، وإضافة إلى ذلك أنه يعني المشاركات الخارجية هو بعيد عن المشاركات الخارجية في الموسم القادم. ممكن ما يسعنا الوقت أنه نتكلم عن الفريق بشكل كبير، نتكلم عن نتيجة المباراة. المباراة كانت تحصيل حاصل خاصة بالنسبة لنادي السيب. ظفار كان بالإمكان ممكن أنه يعدل من موقفه إذا كان، لأنه تنتظر مباراة أيضا مع نادي النهضة. فانتهت مهمة السيب في الدوري، بقت المشكلة الرئيسية وانتهاء الدوري ببقاء مباراة واحدة، هذا من الغرائب أيضا مثل ما ذكرت خالد. ونتمنى لهم توفيق طبعا نادي السيب في المباراة القادمة أمام نادي الشباب الإماراتي. وهذا اللي أقدر يعني أعيد وأكرر شكري وامتناني لإدارة نادي الظفار بالموقف الجميل اللي حصل لي خاصة في هذه المباراة، بأنه المبادرة الطيبة منهم أنهم ينقلوا المباراة من صلالة إلى مسقط. هذا بادرة جدا جميلة ويحسب لهم. نعم. طيب سيف الجابري، موقف إدارة نادي ظفار وبالنسبة لنتيجة التعادل. خليني أروح للتعادل الأول قبل الموقف. نعم. التعادل هذا أضاع على ظفار عفوا أنه على الأقل يصل لمركز الرابع، اللي هو على أقل تقدير راح يشارك فيه خارجيا. وهذا الشيء يعني غريب جدا. أنت لما يعني مستوى الطموح في المباراة ما يكون مرتفع إلى الدرجة اللي توصلك إلى على الأقل مشاركة خارجية، فأنا ما أعرف إيش اللي صار في تفاصيل المباراة اليوم، نحن ما شفناها خالد، لكن كنت أتمنى أنه ظفار يكسب الثلاث نقاط اليوم، لأنه لو كان كاسب الثلاث نقاط اليوم راح يصل للنقطة 40، راح تكون عنده مباراة 43، وبالتالي فرصة المركز الرابع، وحتى ممكن المباراة الأخيرة كونها مع صور، أعتقد صور ممكن قد يحسم مباراته بكرة، ولكن على أقل تقدير هو كان ممكن يحصل خالد على المركز الرابع. وما أعرف إيش اللي صار في المباراة، ما أعرف إيش مستوى الطموح اللي في المباراة. بالنسبة للموقف طبعا موقف إيجابي، إحنا كنا ندرك تماما أنه الظفار دائما سباق كنادي لهكذا يعني لهكذا أمور، وإحنا كنا نعلم تماما خالد أيضا حكم العلاقة الجيدة اللي تربط نادي الظفار ونادي السيب، علاقة يعني طويلة الأمد، ودائما يعني الناديين بينهم تعاون كبير على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة، وخاصة فيما يخص قطاع كرة القدم. لكن أنا أعتقد على مستوى النتيجة أنا أحس أنه كان ظفار هذه كانت فرصته الجيدة جدا أنه هو اليوم يكسب الثلاث نقاط ويحسن موقفه ويصل على الأقل نلعب بطولة خارجية. يعني نعم. جيد كأنك أنت تشارك، إلا إذا كان ظفار ما يطمح في انه يشارك خارجيا عطفا على الظروف اللي شافها السنه مع باقي الانديه والضغط اللي صار عليهم، هذا شيء اخر، لكن كان اتمنى انه يصل للمركز الرابع على اقل تقدير من خلال مباراه اليوم. طيب احنا عموما راح نتواصل، يعني نفتح موضوع اخر، ويعني نتواصل مباشره بالاتصال مع نائب رئيس نادي النصر الشيخ ثابت اليافعي. مساء الخير. مساء النور يا خالد، كيف الحال؟ يا هلا وسهلا فيك، كيف اخبارك؟ والله بخير الحمد لله، كيفكم طيبين؟ الحمد لله. غدا يعني ختام بطولة الدوري الشيخ، والنصر حتى اللحظة في المركز الرابع، هل حقق الأزرق طموحات إدارة الإدارة والجماهير
بعد فترة انتظار طويلة طبعا بالنسبة للبطولات. اولا قبل ما اتحدث هذا الموضوع احب اهني الشيخ عبد الله رئيس نادي العروبة نعم على حصوله على بطولة الكاس والدوري نعم، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، واهني بعد ثلاث فرق المنافسة على الدوري المركز الثاني والثالث نعم، طبعا اللي هي فنجة وصور والنصر اللي سوف ان شاء الله يكون لهم تمثيل خارجي هذه السنة نعم. وبالنسبة احنا طموحات نادي النصر هي كانت زي ما تعرف الأخال اكثر من كذا، كنا طامحين يعني نكون منافسين على الكاس والدوري، ولكن هكذا كانت الظروف هي طبعا، وان شاء الله القادم احسن باذن الله تعالى نعم. اما بالنسبه لمباراتنا مع فنجا هي طبعا مباراه مصيريه مع الاخوه الاشقاء في نادي فنجا، كما تعلم الفوز على فنجا يقربنا من المركز الثاني، اذا في هناك تعثر نادي صور طبعا مع نادي بوشر نعم، ونتمنى التوفيق في هذه المباراه ان شاء الله. نعم يعني نقدر نقول ان يعني النصر بالنسبه لكم ما لبى طموحات، في رايك شو الاسباب يعني، خاصه ان كان هناك عمل كبير بالنسبه لكم كمجلس اداره كداعمين من ناحيه التعاقدات والاضافات وتعزيز صفوف الازرق قبل بدايه الدوري، لكن بعد ذلك الفريق يعني تراجع للمركز الرابع، البعض رشح يوصل نهائي الكاس وخسر ايضا مباراه الاياب مع نادي العروبه، في رايك ما هي الاسباب؟ هل في نوعيه وجوده اللاعبين، هل في الجهاز الفني، ام ان هناك اسباب اخرى؟ والله ترى هي الاسباب مشتركه من جهاز فني، من اداره، من لاعبين. نعم. فنحن الحمد لله جهزنا كان هذا الفريق للمنافسه، فماشي الحمد لله على كل حال، ما توفقنا طبعا يعني. وهناك بعض الاسباب، بعض اللي هي شاركت فيها بعض الحكام. نعم. الله يسامحهم ويقول لنا هذا العام ان شاء الله. لانهم كان لهم سبب كثير في نتائج المباريات. نعم طيب النصر في الموسم القادم هل راح يكمل يعني اللي وصل لهذا الموسم، ام انه راح ينتقلوا 10 لاعبين وتعاقدات جديده وكوفي يروح ولاعب اخر وجمعه درويش وغيرهم ويبدا الفريق من جديد مساله التعاقدات والاضافات، ما هو القادم للازرق ولجماهيره؟ ترى الازرق هو مثل ما عودنا عليه دائما في الاماكن الحساسه طبعا، والحنان كاداره نادي النصر متمسكين بلاعبيننا ان شاء الله سوف يكون هناك تجديد بعض المراكز اللي هي محتاجه تغيير نعم، سوف يبقى الاصلح في نادي النصر يعني بنسبه 90% من لاعبيننا ترى ان شاء الله حيكونوا مجددين مع الفريق طيب باذن الله. نعم يعني الشيخ ثابت قبل حوالي يعني يمكن 5 ايام تقريبا كان لك تصريح يعني قوي جدا في جريده عمان، واتهمت نادي العروبة وصور بالتلاعب في نتيجة المباراة. والله ترى هذا الموضوع أنا صح كلمت فيه، بس أنا كان لي اتصال مع سعادة الشيخ عبد الله في هذا الموضوع. نعم. واتفقنا على أنه ننهي هذا الموضوع وما قدرنا نتكلم في هذا الموضوع نهائيا. كيف يعني تنهي يعني تتراجع عن الكلام اللي قلته ولا كيف؟ خلاص أنا اتفقت مع رئيس النادي وكان بيني هناك أنا حوار بين أنا والشيخ سعادة الشيخ عبد الله. وصلنا إلى قناعة والحمد لله متفقين على كلامنا يعني. لا يعني عفوا الشيخ ثابت يعني أنت قلت أنك اتفقت مع سعادة الشيخ، هذا اتفاق فيما بينكم؟ والله أنا أعطيته وجهة نظري هو أعطاني وجهة نظره واتفقنا. لا بس لحظة خليني أكمل لك الشيخ ثابت، صبر أنت شوية الحين أنا بوجه لك سؤال ما خليتني أكمل. أنت قلت أنك اتفقت مع سعادة الشيخ فيما بينكم، شيء جميل الاتفاق، لكن احنا كرياضيين كمتابعين كجمهور ما عرفنا ما نعرف الحين هل أنت يعني مع التصريح اللي قلته أو تراجعت عنه؟ خالد شوف نعم. انت قاعد تتكلم عن فتح مباريات نعم، ليس العروبه فقط انما هناك عده انديه، هي عده انديه فلا نعم احنا احسن ان تريد نفتح هذا الموضوع، الانديه صارت في نعم. كل مواسم في نعم. اخر 4 3 مباريات او 5 مباريات خلاص مبيوعه نعم. المباريات لجميع الانديه نعم، والاتحاد نايم عن هذا الموضوع ويعني بالتالي يعني انت مع سعاده الشيخ اتفقتوا على هذه الجزئيه؟ لا خلاص انا هذا الان ارى انه ما نتناقش في الموضوع هذا. طيب انت قلت ان الاتحاد نايم عن هذا الموضوع، في رايك وهذه مشكله حقيقه، انا سالتك هذا حاصله ترى نعم. حاصله لانها حقيقه وواقع، احنا ما نقول لك لا، على اساس كذا انا سالتك وحبيت انك تتحدث ويكون الشيء اللي داخلك والله تقوله. يا سيدي العزيز ايش الحلول؟ ايش الحلول؟ انت تقول الاتحاد طبعا انت انسان رياضي نعم. متابع في البطولات في اوروبا طبعا تشوف اذا في تلاعب في نادي هناك يصير ينزلون النادي الى الدرجه الثانيه ويغرموه. هنا هل في سنه من سنوات الاتحاد العماني اتخذ قرار في هذا الموضوع؟ نعم ما اتخذ اي قرار. والعالم الناس كلها تشوف المباراه المبيوعه هذا. مباراه المبيوعه. بالعكس فريق يكون متصدر يعني ويجي لعملك مع فريق تعبان شوي ويعطيه 3 نقاط.
طيب هذا الموضوع طويل يا شيخ خالد. لا لا احنا لا احنا بس قلنا لا ناخذ يعني تعليقك على الموضوع حتى نتاكد. هذا نعم. موضوع طويل. انت الانديه بتخسر مئات الالاف نعم، وفي لحظه يجيك فريق يخرب عليك في نقطتين او نقطه يشيل منك مركز متقدم. نعم يعني انت كان تصريح فريق اخر، كان تصريحك بعد فوز صور على اعتبار ان صور تقدم على النصر بعد ذلك واستفاد من فوزه على العروبه. خلينا من العروبه والصور، خلاص انتهى موضوعهم هذا، نتمنى لهم التوفيق. لكن بالنسبه لل يا طيب. السلام عليكم سيف سلطان، مداخله مع تفضل شيخ ثابت، كيف حالك؟ حياك شيخ. هو شيء جميل اللي يكون هناك اتفاق ما بينك وما بين شيخ عبد الله على اساس الموضوع تنهيه، ولكن وانا اتفق معك وتكلمنا في اكثر من مره بانه هذا مساله التلاعب للاسف موجوده في ملاعبنا، ولكن يعني كتصريح في جريده رسميه يعني لابد انه يكون هناك في يعني عندك اكيد دلائل او يعني امور واضحه بالنسبه لك. انت تكلمت في الوسط الرياضي، ما تكلمت مع عبد الله على اساس انه الموضوع ينتهي يا شيخ ثابت، هناك في الوسط الرياضي ينتظر يعني ردك. أكيد انت أكيد لا انا معك الاخ سيف. انت شوف انتم ناس محللين رياضيين وبتتابعون مع مباريات الدوري طبعا، وانتم على ثقه وعلى دراسه تامه بانه في هناك تلاعب من جميع الفرق في نهايه الدوري. قلوا لنا واقعيين وصريحين. اكيد هذا الشيء عليكم التصريح، ما التصريح مالي انا خلي على جانب، لكن لا. في جميع الانديه زي ما قلت لك انا نحن تكلمنا اذا تكلمنا الشيخ ثابت في البرنامج ما ادرى بالفرق. انت تعرف الفرق اللي تتلاعب بالنتائج في نهايه الدوري كيف؟ انت تعرف طبعا الفرق اللي تتلاعب. انا ما اعرف صراحه يعني هو شوف نحن بنتكلم بشكل عام، انت لكن انت حددت مباراه صور العروبه. نعم مباراه صور العروبه كان فيها شيء هناك، بس احنا حلينا هذا الموضوع خلاص ما انتهى. لكن يعني كان فيها شيء. طيب لازم في شيء. الشيخ ثابت انت ذكرت قبل شوي انه في أندية معينة تتلاعب بالنتائج صح؟ نعم. تبري ساحة ناديك وانت نائب رئيس لناديك؟ أبرينا نعم، أبرينا نادي النصر من التلاعب بالنتائج. يعني في مواسم سابقة ما صار هذا الشيء معكم إطلاقا؟ والله في إدارتي أنا عندما كنت في النادي ما أسمع عن هذا النهاية. لا أنت أنا ما أكلمك، أنا ما أكلمك عن 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 عنك كشخص، أنا أتكلم عن نادي، لأنك أنت تقول في أندية معينة يعني وكأنك ترمي التهم لأندية معينة. كثير أندية كثير، كل الأندية الأخيرة أنتم كلكم تعرفوا الكلام، الأندية كلها بتتلاعب بالنتائج. أيوة قول لي كلها نعم، لأن ليش عشان بما أنك أنت تحدثت بوضوح وشفافية وهذا الشيء يحسب لك من المفترض، وإحنا نقولها على الهواء هذه المشكلة مشكلة كل الأندية. يعني يمكن إذا ما هذه السنة نادي أو ناديين مثلا أمورهم متغيرة يمكن الموسم المواسم الماضية أو المواسم أيضا القادمة، وبالتالي لابد من وضع حلول لهذه المشكلة وهذه الآفة الخطيرة جدا. طيب الشيخ ثابت اليافعي أنا شاكر لك هذا التواصل وصراحتك أيضا في الحديث، وحتى مسألة لملمة المشكلة مع أيضا سعادة الشيخ رئيس نادي العروبة بعد التصريح اللي ربما كانت له يعني ردة فعل كبيرة. شكرا لك الشيخ. إذا كان بودي أن أتداخل مع الشيخ. زين سيف سلطان قد داخل، أنت ليش ما لا أنا كنت طيب. على أساس ما أدخل في الوقت. طيب هلال يعني واضح من كلام الشيخ أنه صار فيما بعد يعني تنسيق مع رئيس نادي العروبة، ربما يعني بعد التصريح اللي أثار الكثير والكثير من ردات الفعل، رغم أن هذه مش مشكلة كل الأندية. عشان نكون صريحين ما نجامل نقول والله يعني هذا لا هذا النادي غير، لا هذه مشكلة حاصلة سابقا ومواسم غيرها اللي عشان فريق يحقق بطولة والمنافسة ما يفوز بنفس البطولة وأشياء كثيرة وكثيرة يعني بدون ما هذا اللي نسمعه نذكر. نعم هذا اللي نسمعه يا أبو تركي، ولكن اللي نشوفه ما نشوف. فإذا ما كانت في أدلة واضحة إذا هذا الكلام ما تقدر أنت تأخذ فيه بمحمل الجد. احنا نسمع انه هناك في تهاون، انا دائما احب ان اقول كلمه تهاون. نعم. نسمع او فتح لبعض المباريات، ولكن ما تقدر تاخذ بمحمل الجد على اساس انه في ادله دامغه مبيوع كلمه ادله. شوف خلينا نتكلم بوضوح. خلينا نتكلم بوضوح. لا مباراه العروبه انا ما اتكلم عن مباراه العروبه، انا بتكلم عن مباراه هو خالد سالك وقالك سؤال بالنسبه للانديه بشكل عام نتكلم فيها الشيخ مش هذا الموسم. طيب. اللي تكلم فيها الشيخ احنا نسمع، قلت لك احنا نسمع، انا ما اتكلم عن الموسم هذا. القانون السمع غير معمول فيه، خلينا انا اتكلم وفيما بعد اقول بالاسمع رايه. تكلم الشيخ ثابت، ولكن كل الاحترام صراحة لإدارة نادي النصر تحديدا اللي قدروا إنهم يرجعوا نادي النصر للمنافسة بعد كذا سنة، عملهم يشكروا عليه. ولكن لما نجي ونتكلم عن مباراة صور العروبة خلينا نتكلم قبل أن يكون في التصريح من الشيخ ثابت، نتكلم عن يعني كيفية المباراة وكيفية
اندارت هذه المباراة طوال 90 دقيقة. تقدم، أنا أكلمك عن نفسي، لما تقدم صور بهدفين 2-0 جاني شك إنه في شيء غير طبيعي في يعني أهداف ما تصدق صراحة، يعني في تساهل من الحارس، في جاني شك. لما عادل العروبة ولما صور تقدم بهدفين وشفت ردة فعل الجماهير شوي وقفت، لما رجع العروبة وعادل في المباراة وردة الفعل وابراهيم سبيت كان امام الاحتياط بنادي صور يرفع يدك مؤازرة للجماهير على اساس وردة فعل اللاعبين ايقنت انه هناك ما في تهاون. جاء الهدف الثالث وحددنا احنا الهدف الثالث وكيفية جماهير صور خرجت سعيدة بهذا الفوز وردة فعله. اذا في النهايه يوحي لك انه ما في شيء، ترى لازم يفرحون جمهور صور بعد المباراه. شوف انا بقول لك لو في عطيه حنعرف ايش معنى العطيه اللي تنباع فيه المباريات او ما شابه من هذا الغبيل. لكن انت قدامك مشهد تقرا هذا المشهد على حسب السيناريو اللي خلال 90 دقيقه. بدايه المباراه يجيك شك، نهايه المباراه انا اقول لك يعني نهايه المباراه ما كان يعني يعطيك قناعه تامه مثل البدايه انه فعلا في تهاون. لا يعني فهذا هني طيب. انت توقف فالان لما نتكلم معذره لما يتكلم الشيخ هذا الكلام، شوف انا غلط الشيخ ثابت ويعذرني في هذه الكلمه، لازم تكون في ادله. بعدين هو اذا اتفق مع سعاده الشيخ عبد الله المخيني، هذا الموضوع ما يخص نادي العروبه اليوم صور في طرف، انديه ثاني في طرف، اذا لازم تكون هناك في ادله واضحه. اذا انا اليوم بجي وبتكلم وبتهم نادي او بتكلم على نادي وفيما بعد بتفق انا والرئيس، لا النادي الجماهير طيب هلال عندي لك سؤال. من بدا الموسم واحمد القلهاتي اذا ما اساس احتياط بالضبط، يعني لحد ما بدا رياض ياخذ وضعه واستمر رياض اساسي واحمد القلهاتي هو الاحتياطي، الا في المباراه النهائيه للكاس بعد ما مباراه العروبه وصوره في الدوري، ليش في رايك؟ شوف هذه اولا واخيرا يبقى انه خيار مدرب، ولكن المستوى اللي ظهر فيه احمد القلهاتي في مباراه صوره في الدوري ما تشفع لي انه يكون من ضمن 18 لاعب كل أمانة. أنا كمستوى فني إلا إذا شيء هناك في النفوس الله العالم إيش في النفوس؟ إذا شيء في النفوس إنه هو تساهل في مباراة صور أو ما شابه وكان متسب، ويعذرني الكابتن أحمد إذا متسب، هذا إدارة العروبة هي اللي تعرف. أما كمستوى فني ما يشفع للمستوى الفني، لأن احنا سبق وأشدنا بالحارس اللي هو الحارس منتخب الشباب اللي هو إبراهيم مش إبراهيم أخو إبراهيم، هو حارس نادي العروبه الثاني اللي كان احتياط في مباراه الكاس، هو ابراهيم. انا ابراهيم هذا الطويل، الحارس الطويل لاعب منتخب الشباب. نعم على العموم فاشدنا فيه في مباراه هو نزل، فاشدنا كل الاخوه هني اشادوا بالمقومات اللي يمتلكها هذا الحارس وبالمستوى اللي قدمه هذا الحارس. احمد الغلاهتي ما ظهر بمستوى صراحه المباراه، يعني اهداف ما تصدق من الخيال. زين يجوز لانه جلس فتره طويله على مقاعد الاحتياط، مستوى سيء كان في المباراة. لا احمد راجع من اصابة، احمد كان في اصابة رجع من اصابة وتعرض لاصابة مرة ثانية ورجع من اصابة. ليش وضع بهذه المباراة اذا هو مجاهز اللي خسر به العروبة؟ هذا شيء قرار جهاز فني. انا بس عندي يعني قوسين او تحفظ على كلمة. لا صبر انا بجيك في العفو بس هذه يلا لا لا بجيك في نقطة هذه كلمة لان ثلثين لحظة شوي انت قلت لي اسمه قلت لي ليش ما لعب في المباراة النهائية؟ احنا شفنا تشكيلة العروبة امامه لا ما كانت تشكيل بقول لك على مباراة العروبة صور في الدوري في الدوري مش في النهائي طبعا ما يلعب بالنهائي انا ما اقول لك في النهائي انت تقول لي ليش بدل لا انا اتكلم لك على الدوري لا احنا انا اتكلم عن مباراة الدوري اللي هي نتيجة حسم صور ب3-2 انت تقول لي ليش احمد الغلهاتي لحظة بط انت تقول لي ليش احمد الغلهاتي مثلا اذا كان مجهز بدل المباراة ليش ما لعب ابراهيم مثلا؟ لا هلال انت قبل شوي قلت احنا سمعنا ما شفنا والحين تقول اهداف دخلت ما تصدق، يعني كيف هيفسر لهذا كيف؟ لا انا اقول لك انت اهداف لكن قلت لك انا يعني احداثيات المباراه طوال 90 دقيقه انا اتكلم بكل وضوح. نعم يعني البدايه يعني فيما معنى البدايه يعني مختلفه عن النهايه ابو تركي، البدايه مختلفه عن النهايه. انت تقرا حدث رده فعل الجماهير رده فعل اللاعبين هناك، انت تعرف اذا كان في تهاون ما ممكن تكون رده فعل العروبه لما عادل 2-2 ممكن نقول نادي ممكن نقول لاعب تهاون لا لا لا, لا, لا كل اللاعبين كانوا كل اللاعبين انا ما امك قد العروبة انا اتكلم عن حدث امامي ايش كل اللاعبين كل اللاعبين كانت لهم رده فعل غير عاديه رده فعل بعد ما رجع العروبه الى 2-2 وكانت رده الفعل الاكبر لما صور تقدم في نهايه المباراه عن طريق المدافع
مدافع العروبة. ممكن على خالد في الموضوع؟ أكيد بناخذ تعليقك، تفضل. شوف أنا يعني خلينا ناخذ بصريح العبارة خالد، إذا بنتكلم أنا عندي يعني فترة طويلة كنت في إدارة الاتحاد وكذلك في الأندية. قضية مسألة بيع مباراة هذه قضية غير لائقة أن احنا نقولها بيع مباراة. لما تكلم عن بيع أنت تتقاضى مقابل. فالكلمة اللي قالها الشيخ ثابت يعني المباراة. كلمة بيع احنا ما نقبلها في في, في معنى في عمان. صراحة لما قال كلمة مبيوعة. كلمة بيع أولاً. وما نقبلها احنا كعمانيين. واحد. رقم اثنين لما نتكلم عن تلاعب بالنتائج. إذا كان اللوم أي نادي لازم نلوم الجميع. حتى السيب اليوم لازم نلومه ليش لعب بالخط الثاني. فرضا بنقول عشان بطولة عشان عنده نهائي عشان عنده نهائي لا عندنا عذر يعني نعم. عندنا عذر وجدنا للسيب اليوم انه لعب بالخط الثاني عشان عنده مباراة نهائي ونازل اليوم النادي اللي ما عنده فرضا اي طموح في الدوري طموحه والاتحاد ما وضع له اي يعني حوافز سواء كانت حافز مالي أو كان الحافز الجانب الآخر حافز بطولة أخرى مثلاً لازم يحصل على مراكز معينة عشان يروح من أهم الحوافز اللي احنا عرفها اليوم في عمان أو في خارج عمان عفواً قضية الحافز المالي وقضية شو اسمه لما نجي اليوم على الحالة اللي موجودة معانا ناخذ أي حالة موجودة خلنا ناخذ خالد خابورة أو مصنعة أو صحم ناخذ هالفرق الوسطية الحين خابورة مصنعة صحم إيش من الحافز اللي بيلعب فيه الفريق واحد حافز ما موجود لا عنده بطولة بيشارك فيها لا بطولة بعد هذه لا خارجيا ولا بطولة داخلية راح يروح بطولة أخرى رقم اثنين أنه هو لما يشرك فريق خط آخر تكلمنا عن ذا الموضوع خالد هني تناقشنا اليوم أنا ما ملام أني أجيب لاعبين اللي ما لعبوا في الموسم وأريد أجهزهم اليوم إذا ما وجدت الضوابط من قبل الاتحاد يجب ما يجينا أي واحد بكرة يظهر ويقول في حد يبيع مباريات أنا أشوف هذا كلام غير صحيح. يعني لازم ضوابط ليش ما يكون من النادي ومن اللاعبين؟ إيش من الضوابط؟ قول لي أنت خالد اليوم تتكلم عن مباريات الدوري هذا الموسم. أنت تقولوا في أنتوا تعرفوا وأنت قلت نحن نعرف. أوكي صح إيش قضية فتح مباراة ما في حاجة اسمها فتح مباراة. قضية تساهل ما في حاجة التساهل هذا مبني على قرار المشاركة في المباراة بمعنى أنا أجيب فريق الثاني ألعب فيه في المباراة بكل برود أجرب لاعبيني أنا ما عندي طموح في المباراة أصلاً وما حد يقدر يجبرك على ما حد يجبرني اليوم أمس خلينا نأخذ أمس بالليل ديبورتيفو إيش سوى في برشلونة نأخذ برا عمان ليش قاتل في المباراة بروح غير عادية عشان ما يهبط لأن عنده حافز إنه ما يهبط لكن اليوم إيش لكن هل برشلونة تساهل بما أنك بتهذا المثال لا ترى فريق كان يريد يسجل الفوز لا لكن لو ديبورتيفو ما يريد المباراة بيقاتل على المباراة بالشكل اللي شفناه أمس مثال ما راح يقاتل على المباراة فبالتالي طالما الأهداف وجدت اليوم بوشر على سبيل المثال ليش تأخذ هذا الجانب ما تأخذ الجانب الآخر فريق فايز ببطولة الدوري وبدل عن يريح اللاعبين وغيره كان يهجم حتى الدقيقة الأخيرة من هو تقصد برشلونة لما أنك ذكرت برشلونة وديبورتيفو كمثال لا أقول لك لا برشلونة عشان إنه يكون أمام جمهور اللي يتوج هو فايز لكن أتكلمك عن الفريق الآخر إيه الفريق الآخر فبالتالي خالد اليوم أوكي بوشر على سبيل المثال الحين بعد تعادل النهضة الأخير خسر بكرة إيش مستوى الطموح عنده في المباراة هل مستوى طموح عالي جدا بعد ما ثبت إنه هبط زين لا أنا لا أنا مش مع بعض الكلمات اللي نقولها قضية إني أنا أشرك بدون دليل أوكي خلي خالد بكرة الاتحاد العماني يبتعث مصورين في كل مباراة هل راح يجد ان في حد ياخذ كورة ويسجل جول على فريقه ولا شيء يا اخي في حقائق راح نشوفها في الملعب قضية اذا كان في شيء في الداخل نحن ما نعرفه في الداخل لكنه على الظاهر العام لما انت تجي تحضر مباراة تشوف مباراة طبيعية زين السؤال ممكن معك ما نشوف مباراة طبيعية كلامه جميل بس اريد اتقاطع معك بشيء حضرتك قلت فعلا مبيوع الشيخ ثابت قال المباريات مبيوعة هذا كلام خطير هذا لا غبار عليه انت جيت بعدين بكلمة جميلة قلت الدليل ايش هو الدليل انا الان سؤال بالفعل اي طبعا السؤال لو فعلا هذا الشيء صاير احنا نشوف بالدوريات الاخرى يهبطون فرق الى يعني يوفنتوس من نزلوه بدوري الدرجة الاولى من كان بالدوري الاضواء في ايطاليا نزل الى دوري الدرجة الثانية يحرمون لاعبين وهذا شيء اتركنا من الملاعب الأوروبية نروح على الملاعب العربية في لبنان قضية نادي العهد ما زلت أتذكرها وقائد الفريق ولاعب المنتخب اللبناني محمود العلي اللي حرموه مدى الحياة طيب أنت الآن أنا فقط أريد أقاطعك يعني أريد أطرح شيء على هذا الموضوع أو تساؤل أنه أنت كيف تعرف يعني مثلا هذولا في إيطاليا أو في كيف عرفوا أنه متلاعبين كيف عرفوا يعني لعب الفريق تراخى
ما هو الدليل يعني؟ هاي المشكله، كيف تعرف انه هذا الفريق؟ تسجيل مكالمات يعني مكالمات عن طريق المكالمات. الان من تحدث الشيخ ثابت وخالد تحدث معه، وهذه يعني من نتكلم انه هناك فعلا تلاعب في كل موسم، وهذه وهذا الشيء نشوفه ونلمسه، لكن وين الدليل فعلا؟ يعني ما هو الدليل؟ كنا نسمع ونشوف، واي واحد يجي يقول لك هذه الجوله الاخيره والقبله بها تلاعب وحتصير مثل كل موسم، لكن الدليل وين هو؟ يعني كيف امسك دليل على انه هذا الفريق فعلا متلاعب؟ يعني مثل ما يصير أسوة بالدول المجاورة أو في أوروبا في الملاعب العالمية خارج المباراة. زين إذا صار هذا الشيء فهذا أمر كارثي، يعني أمر كارثي، يعني لازم به حرمان مثل ما قلت، غرامات، طرد لاعبين، أندية تنزل إلى درجة أخرى، لما نزلوا إيش يدخل بها أمور كثيرة. إيش اللي صار؟ صارت اشياء خارج الملعب، تسجيل لموجي، لما رحت لك ايضا على كان في اشياء خارج الملعب، هذه ممكن وفي محكمه وفي استئناف يعني، مو بس نتكلم جزافا يعني، عفوا انا اجي اتكلم كلام مغلوط على اخوي هلال حشاه، يعني اتكلم موضوع كلام حشاه، انا بس الامثال تضرب ولا تقاس. زين لازم هناك اكو دليل، انا من اجي اتهم هلال بشغله او بقضيه معينه مسجل لي صوره يعني كلام فعلا، حتى مو بس اجي انا اقول طيب في تلاعب واطلع في نتائج في تضارب. انت قلت حط حاجه بين قوسين قبل شوي، شو هاي بين قوسين؟ هي على هذه مبيوعه المباريات، كلام قوي جدا خطير هذا، يعني سلمنا للامر الواقع فعلا، هذه خليها انه المباريات مبيوعه، كانت اخر حادثه يعني هناك تقاضي يعني فلوس ايضا فيه الموضوع، اذا هذا مبيوعه المباريات صقر، كانت اخر حادثه الاسبوع قبل اللي فات اللي هي في كوريا الشماليه، ايغاف 9 لاعبين بتلاعب في بعض النتائج في اندونيسيا. أي. اندونيسيا الان يعني اندونيسيا مهدد المنتخب الاندونيسي بالحرمان سبب التلاعب بالاتحاد الدولي، في تسجيلات، في رسائل نصيه، يعني خارج الملعب، ما خارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب، لكن في الملعب انت الاشياء اللي تقدر تستند عليها. ما نجي نتكلم احنا نشوف، عفوا خل هاتي ما قدم مستوى، ما الحين احنا خارج نحضر مباراه طبيعيه كجمهور، معقوله اذا في شيء محاك بين الفريقين نحن نقدر نعرفه؟ ما تقدر تعرفه اذا كانت هناك في متابع لبعض الرسائل، يعني لا يعني في شيء خارج الملعب تم، نعم هذا ممكن تتقصى تشوف تتحاول لا تشوف، بس اذا تشوف لقطه يعني لاعب، ايش اللقطه خالد؟ ما تعطيك ايش اللقطه؟ جاء مدافع وبوش كوره وراحت عند، قال انت تقول هذا والله متعمد انه بوش الكوره، ايش اعطيني انت دليل اليوم نقدر نمسكه مثلا بوش او جل كوره بمعنى اخر، اساس ما كل حد بيحط زين اوكي احنا نقول هلاك السيف بوش كوره زين، جل الكوره ولا المهم انه يعني صار ظرف معين ان اللاعب اخطا في لعبه، هل الحارس مثلا ما راح للزاويه يشيل الكوره، هل ممكن نقول الحارس يعني متعمد انه ما راح وهو مثلا كوره يا اخي؟ طيب فايزر شيدي قبل كم يوم ما كان في مباراه شاتوا عليه وما راح للكوره وجينا احنا انتقدناه، ثاني افضل حارس بعمان، هل كان بنقول فايز والله متعمد انه ما راح للكوره؟ اذا هذا في شو اسمه تعمد. سيف سلطان بهذه النظرات عندك رد؟ لا كلام ابو حمد كلام جميل كذا، يعني تكلم عن الاشياء اللي نتمناها في الدوري، والاشياء اللي ذكرها بالنسبه للانديه اللي هي محتاجه مباريات وما في دليل من المباراه من الامور الفنيه، انا اتفق معه في هذا الجانب، ولكن في الجانب الاخر لابد انك يا ابو حمد الكل يعرف، ونحن للاسف الشديد نحن ما كنا نتمنى انه نصل نتحدث في هذا الموضوع او نحصل حلول الا إذا كان من الشخص نفسه، هي الثقافة، هي الأمانة، هي الإعطاء لكل ذي حق حقه، ما ممكن أنه يعني أنه مثل ما ذكر أيضا الشيخ ثابت أنه بعض الفرق يعني لتساهل بعض الفرق يعني ما تحصل يعني نصيبها في, 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 في الدوري أو تحصل حقها في الدوري لأسباب، ممكن الأسباب التحكيمية نقول هذا لأنه جزء من اللعبة، الاسباب يعني ذكرها، والتحكيم ايضا كان له دور مثلا، لكن ما يكون الاعتماد على الاخرين. نعم انا اتفق في هذا الجانب، في هذا الجانب الاخر، ليش العروبه ما فاز على صوره؟ الجانب الاخر المفروض انه الشيخ ثابت يعني على اساس انه ما نطول معه، ذكر المفروض كل الانديه ما يستثني نادي النصر، كل الانديه يعني نحن نتمنى انهم يعني هذه الامور يعني تنشال من بالهم، ما نكون نكررها بشكل مستمر. وفي الجانب الآخر أبو حمد، لو كان هناك في عمل حقيقي من قبل الاتحاد والتقصي على هذه الأمور، بيكون هناك في تقصي بشكل أو بآخر، مثل ما ذكر لك خالد، هناك في مكالمات هاتفية، هناك في رسائل نصية، هناك في أمور كلها
قبل المباراة. ما قبل المباراة. لكن في المباراة حتى في المباراة. وتعمل حلول. حتى في المباراة إذا كان هناك في 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 مراقبة أو في في يعني انتظار لمباراة. في بعض المباريات. لك مثل في بعض المباريات. قلت لك في الدوريات هذه اللي تلعبون بها في أوروبا وهذه. في بعض المباريات. كيف يكشفون هذه المواضيع؟ ما يكشفوا في المباراة بس مصغر مش. إيه إيه موجود أقول لك. في بعض المباريات لا في بعض. مش أثناء المباراة. في لا في بعض. ما حد يسوي كذا. في بعض المباريات في بعض المباريات وبعض اللاعبين في بعض المباريات وفي بعض اللاعبين ما يعرفوا كيف يعني يتعاملوا مع هذه الأمور كلها. فيبان يعني نحن شاهدنا في بعض المباريات انه ممكن اللاعب يعني او باخر ما قدر انه يعني مدربين يتورطون. ما شفنا مدربين هذا يتورطون. هذا حاصل. نحن اللي نتمناه منهم مدرب اليابان. نعم. ايوه نحن اللي نتمناه يا استاذ سيف اللي نتمناه انه هذه هذا لابد انه نبعدها من بالنا ولابد ان يكون هناك في ثقافه ولابد ان كل واحد يلوم الاخر وما يساعده. اما اذا كان في تساهل من كل واحد يشجع الاخر على هذا الجانب ما اضيف على كلامك هذا هو هو الشخص على كلام سيف الشخص نفسه. انا كاداره انا ما اسمح لنفسي اني اكلم سيف اقول له يا سيف اعطني مباراه ولا انا كاداره هذا في المقابل الاول وفي المقابل الثاني انت كاقول له يا اخي عندك الملعب وش الحق كذا. طيب سيف تتفق مع الكلام اللي قاله سيف الجابري يعني مثلا انديه في الوسط ما عندها اي حافز من حقها ان تعطي الفرصه ما تعطي النتيجه تعطي فرصه لمجموعه من اللاعبين ممكن يمكن ما لعبوا اساسيين هذا من لاعبين نعم من حقهم من حقهم من حقهم من اي نادي ما تندرج تحت مساله نعم. تلاعب ما تلاعب هناك هناك نحن ذكرنا في حلول بيقول سيف بضيف نقطه في كلامك الحين معقوله يجي مدرب بيقول يا اخوان اليوم انا العب مع سين من الانديه باكر اريدهم يفوز ايش المدرب هذا فرضا هل هذا مدرب ما يقدر يسويها اصلا معلش بس اكمل الفكره صايره بيلعب لكن مباريات مدربين عالميين من ضمنهم مدرب اليابان اللي تم اقالته يعني مدرب عالمي المكسيكي صح ولا لا يا خالد مدرب تم اقالته بسبب انه عرفوا انه متلاعب قبلها في احداث كثيره ابو يعني مدرب عالمي دي يتلاعب هذه الجزئيه لا عالميين دي يتلاعبون انا اذكر انه قبل ثلاث اسابيع تكلمنا يعني في البرنامج لابد من وضع ضوابط ووضع حوافز في المسابقة حوافز مالية حوافز مسابقة تغلل هذه يعني تغلل هذه الأشياء يعني حوافز مالية حوافز تعطي مثلا مشاركة للفريق السادس في مسابقة الكاس ما شابه يعني في تعديل في الأنظمة هذا واحد الشيء الثاني تثقيف الإدارات الإدارات أنا أتفق مع سيف يعني إذا كان فعلا بعض الإدارات كيف ترضى لنفسها يعني إذا يكلمني رئيس نادي في ملعب أنا ألعب للحق ألعب فريق الأولمبي إذا كانت ألعب فريق اللاعبين ما عندي أي مشكلة ولكن ما أدخل ثقافة ما أسفر داخل الآخرين لا لا في بعض الفرق ما أسفر المدرب قبل أن انتهى الجولة الأخيرة ما أسفر لاعبين الجانب قبل أن انتهى الجولة الأخيرة وهم يعني في أشياء لابد أنا أشتغل بنزاهة وأشتغل يعني على أساس كل بس واحد تجبر النادي على هالشيء كيف يعني لو مثلا اللاعبين الجانب والمدرب مثلا مباراة يعني راح تدخل في شهر آخر وهو خلاص انتهى اموره تتكلم عن اخر المباراه ايوه عن اخر مباراه اخليه عشان اعطيه راتب شهر غيره اذا كان لاعب عندك اساسي مثلا الحين ناخذ مثلا لاعب كوفي لاعب نادي النصر مثلا هل انت محتاج له في مباراتك الاخير ولا لا محتاج كوضعيه النصر انت محتاج له أيوة. ممكن نقول النصر ما كان عنده حضور او خلينا ناخذ جانب اخر مش اسمه مثلا لاعب محترف من نادي العروبه في اثنين ما يلعبوا بشكل اساسي نعم حتى هذول اذا استغنيت عنهم فذيل ثلاثه قبل نهايه المباراه بشكل اساسي محمد ما حد يستغنى عن اللاعبين قبل نهايه المباراه لا 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 في حتى مدربين يروحوا قبل لا والله يسافروا وتلقاهم في بلادهم يشوفوا لا ممكن انهم ما يلعبوا مبارياته وشيء لكن طيب كنت تسجل نهايه الموسم بس نهايه الموسم احسون باخر مباراه ممكن طيب اللاعب حتى يحاسبك عليها اصلا احنا عموما راح يعني نتحول لموضوع اخر ويمكن في الحلقه اللي سبقت المباراه النهائيه للكاس كان يومها صدر قرار اعاده 6 نقاط لنادي النهضة وأخذنا يومها الجانب المتعلق بمباراة النهضة وظفار تحدثنا مع رئيس نادي النهضة ورئيس نادي ظفار صدر بيان من إدارة نادي صحار وكان هناك ردات فعل أيضا بالنسبة للأندية المتضررة من خلال حلقة اليوم أيضا راح نخصص جزء من الوقت القادم للحديث عن هذا الموضوع ونفتح المجال للطرفين نادي صحار واحد وراح يبثله طبعا نائب رئيس النادي مع ايضا الدكتور مبارك المقبالي اللي هو محامي نادي النهضه في هذه القضيه حتى نتعرف على ما الذي دار بالتحديد وخاصه الاتصال يعني مع الدكتور مبارك المقبالي وعلى ماذا استندت لجنه التحكيم حتى يعني تصدر قرار مخالف تماما لما كان عليه في قرار لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف بعد ذلك. طيب ندخل أو تويتر إذا كان تويتر جاهز
جاهز. يلا ناخذ تغريدات وماذا وما هو رأي المشاهدين الكرام. طبعا هذه التغريدات تعليق على تصريح نائب رئيس نادي النصر. أبو خالد يقول كلامه في محله، كثرة التلاعب واضح وتأثر على الأندية الأخرى كلها حب خشوم. أحمد أتفق مع الشيخ، أتمنى الاهتمام بهذه المواضيع، حرام أندية تهدر أموال وفي النهاية يتم التلاعب للأسف. يحيى لوهيري مساء الخير، مباراة العروبة وصور كل اللي شاهد المباراة قال المباراة فيها كلام آخر، أتمنى اتحاد القدم له كلمة ولا يجلس يتفرج. يحيى المعشري ما نقبلها كعمانيين لكن هذا واقعنا، ليش هذا الدفاع المستميت عن التلاعب؟ في الدوري الإيطالي فرضت غرامات على جوفنتوس وعوقب بالنزول. ذكروا الأخوة هذا الشيء. سيف المقبال أتمنى من الاتحاد غدا مراقبة وتصوير جميع المباريات الحساسة وتعيين مراقب ذو ثقة عالية. سيف مرة أخرى يقول باكر بتشوف التلاعب، الشباب بيفوز والسويق بيفوز والنهضة بيفوز ونجح الكل في جعل صحارف الملحق، بس إيش هذه الدنيا دوارة وكما تدين تدان، خسارة بس. سيف أعطانا نتائج بكرة. جاسم الشرياني التلاعب في المباريات الأخيرة موجود وواقع منذ سنوات، نشتري منك نقاط المباراة وهذا حاصل أمامي وكل الأندية تتلاعب بالنتائج. قبل الفاصل أقول المشكلة موجودة، إجماع من المشاهدين الكرام، وكل ما جات سنة تزداد أكثر وأكثر، يجب وضع الحلول والحافز لبقية الأندية اللي يعني لا ناقة لها ولا جمل في التنافس على القمة أو الهروب من قاع جدول الترتيب. أكيد برنامج صدى الجماهير برنامج المساحة المفتوحة للجماهير. الدور الأول كيف كنا والحين كيف كنا، فريق صفر ما يأتي. لتعليقاتكم لآرائكم لانتقاداتكم. رافع الراية مهتز، هذا الحكام يبالهم إعادة التأهيل مرة ثانية. للتعبير عن كل ما هو يخص الجماهير. يعني هذا النادي نادي ظفار ونادي نصر صدق السنة هذه أتوقع ما معهم شيء. المشكلة في الإدارة تبقى. المشكلة نعم مية اللي تقلب اللاعبين. جماهير شعاع الشمس ما تغيب دائما على الفريق هذا. على تويتر على انستغرام. هدايا كثيرة مع برنامج مكاسب من عمان تل. احصل على مكالمات مجانا، الانترنت مجانا، رسائل نصية مجانا، تخفيضات على الفواتير، قسائم شرائية. مرحبا بك في عالم من المزايا مع برنامج مكاسب من عمان تل. للتسجيل اتصل على نجمة 224 مربع. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. يوم الخميس الماضي طبعا صدر قرار لجنة التحكيم الرياضي بإعادة 6 نقاط لنادي
النهضة، وطبعا يومها تحدثنا عن هذا الموضوع حوالي مدة ساعة، بل قدمنا مدة البرنامج نصف ساعة، بدينا في الساعة 10 ونصف الحديث عن أهمية هذا الموضوع، وذكرنا في حلقات سابقة متى ما كان لنادي النهضة حق فمن حقه أنه يحصل عليه، لكن في التوقيت المناسب أيضا وليس في التوقيت اللي تتضرر فيه بعض الأندية. احنا راح يكون معنا تواصل قادم أيضا للحديث عن هذا الموضوع مع الدكتور مبارك المقبالي محامي نادي النهضة لمعرفة على ماذا استند نادي أو على ماذا استند النادي بالتحديد في مسألة يعني إعادة النقاط الست لنادي النهضة. سيف سلطان، يعني الموضوع صدر بيان من نادي صحار وهناك كانت ردات فعل كبيرة وغضب جماهير، يعني مثل ما كانت جماهير النهضة تطالب بحقها وكانت زعلانة في البداية على سحب الست نقاط عادت لها النقاط، لكن في المقابل جماهير النهضة وبعض الأندية أيضا متضررة واشتكت من القرار اللي صدر متأخر. الخوف من هذا خالد، نحن كنا تكلمنا عن هذا الموضوع بأن الموضوع تأخر كثير، يعني هناك أندية بتتضرر. الآن أنا ما أتكلم عن نادي النهضة، من حق نادي النهضة أنه يعني يطالب بحقه، وحقه يعني حصل ب يعني لجنة التحكيم رجعت الست نقاط بالنسبة لنادي النهضة. نادي النهضة هذا مش مشكلتنا، نادي النهضة نادي النهضة من حقه، ولكن المشكلة الرئيسية في لجنة الانضباط والاستئناف وأيضا لجنة التحكيم اللي تأخرت وبشكل يعني واضح لقرار جدا مهم في مسار أندية في دوري عمان تل للمحترفين، وأيضا قرار في نهاية الموسم. يعني هذا اللوم كله على لجنة الانضباط والاستئناف والاتحاد العماني واللجنة هذه لجنة التحكيم. لماذا التأخير لهذا التوقيت؟ يعني اليوم الجولة الأخيرة، بكرة الجولة الأخيرة وباقي مباراة، يعني هل يعقل؟ يعني هناك في يعني مشكلة، وهناك في تقصير، وهناك في عدم فهم بالنسبة للأوضاع الكروية عندنا هنا في السلطنة، إن كان من لجنة الانضباط أو غيرها. لا معقولة الجولة الأخيرة، بكرة الجولة الأخيرة وفي هناك يعني مباراة، وإلى الآن في أندية غير موافقة على أنها يعني صرح الشيخ بدر بخصوص هذا الموضوع بأنه نحن لكل حادث الحديث، يعني هو يعني في نقاش آخر. وبالنسبة لنادي صحار، يا أخي من حق نادي صحار، من حق نادي بوجر أنها يعني تستفسر ليش في هذا التوقيت بالذات، ليش في هذا التوقيت بالذات؟ يعني هذه مشكلة أنا أبعد الأندية الآن، الأندية يعني أبعدها إن كان نهضة ولا صحار لكن أنا عندي المشكلة الحقيقية الآن في هذه اللجان اللي موجودة في الاتحاد، وذكرت بهذه المشكلة عليها الاستقالة، هذا لجنة الانضباط والاستئناف، وأيضا اللجان المقصرة في 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 دوري عمان تل للمحترفين. هناك في تقصير، هناك في 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 فوضى في العمل، يعني مع كل احترام للأشخاص نكلهم كل الاحترام والتقدير وحبايبنا ونعرفهم ونقدرهم، لكن العمل إذا تريد تطور مسابقتك، تطور لاعبينك، تطور أنديتك، لابد أن يكون مسابقة وتكون هناك الأنظمة والقوانين على على وضوح. بجيك هيثم، بس خل باتصال معنا الدكتور مبارك المقبالي محامي نادي النهضة. مساء الخير الدكتور مبارك. مساء النور، هلا استاذ خالد. يا هلا وسهلا فيك، حالكم طيبين ان شاء الله. صراحة بداية حييك، يعني ما شاء الله عليك قمت بشيء يعني بالنسبة لنا كان أشبه يعني بالمفاجأة، وإن كانت بالنسبة لنا الأخبار يعني أتت بشكل مبكر قبل صدور القرار بشكل رسمي. على ماذا يعني استند في إعادة النقاط الست لنادي النهضة؟ والله أستاذ خالد، بالنسبة للست نقاط طبعا هذه عقوبة وقعتها اللجان، نعم، اللي هي لجنة الانضباط، وبعد ذلك تأيد القرار من لجنة الاستئناف، والكل يعرفه طبعا القرار. ومباشرة نحن نادي النهضة حال الأمر إلى المحكمة الكروية، نعم، وكانت في دفوع قانونية واضحة بالنسبة لل يعني كان في تقريبا يعني تقدر تقول إن فيه عدم تنسيق بالنسبة لمواعيد المباريات، ترتب عليه تأخير المباراة، وتأخير المباريات طبعا قررت يعني اللوائح، لائحة المسابقات عطت الحق للجنة في أنها تأخر المباراة أو للحكم، فحصلت إشكالية في هذه المسألة، وطبعا تأخرت المباراة، وكان تأخيرها غير قانوني، يعني ما كان تأخير موافق لصحيح القانون، وترتب عليه الحمد لله رب العالمين صدور الحكم بإلغاء القرارات هذه، لأنها ما كانت يعني كانت مخالفة للقانون في الحقيقة، نقدر نقول أنها كانت مخالفة
القانون بالنسبة لقرار لجنة الانضباط. أما بالنسبة للجنة الاستئناف ما فهموا الواقع فهم سليم، وكان في تقدر تقول عليه نحن نسميه من ناحية قانونية تقدر تقول عليه كان في استدلال غير صحيح. ما فهموا الواقع لجنة الاستئناف؟ لا، لجنة الاستئناف طال عمرك أصدرت الحكم على أساس أنه نادي النهضة انسحب، وفي الحقيقة في الواقع نادي النهضة ما كان منسحب، كان موجود قبل المباراة بيومين في محافظة ظفار، يعني شوفوا من منطقة محافظة البريمي إلى محافظة ظفار شوفوا المسافة كيف. فكانوا مسافرين وكانوا موجودين قبل المباراة بيومين وتواجدوا في الوقت المحدد على حسب الجداول وعلى حسب الأنظمة اللي موجودة وعلى حسب التسلسل اللي يفترض أنهم يكونوا موجودين. وتفاجأوا بوجود المباراة في الملعب وتفاجأوا بتأخير المباراة، ومش نادي النهضة اللي تفاجأ، نادي بوفار تفاجأ، نادي بوفار كذلك الحكم تفاجأ، مراقب المباراة تفاجأ. دكتور مبارك يعني دكتور مبارك اسمح لي، يعني من خلال حديثك يعني الأمور واضحة أنها كانت واضحة جدا وسهلة في مسألة يعني وضوح اللوائح اللي أنت شخصيا اعتمدت عليها في إعادة الست نقاط لنادي النهضة. طيب سؤالنا احنا يعني لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف على ماذا استندت في مسألة معاقبة نادي النهضة؟ أنت تتحدث بكل أريحية وبكل سهولة وسلاسة، يعني وكأن الموضوع كان واضح وضوح الشمس بالنسبة لكم. أكيد بدون شك، هو في النهاية في اجتهاد، يعني نحن لما نتكلم لجنة الانضباط أو لجنة تعتبر هيئة قضائية لأنها تصدر قرارات ملزمة، فتعتبر هيئة قضائية. دائما القضاء لما تكون في دعوى أمامهم أو في وقائع هم يكيفوها بالطريقة، يعني على بالطريقة اللي يجتهدوا في التكييف بناء على تكييفهم هذا يصدر القرارات أو الأحكام. اجتهادهم يعني نحن ما نقدر نقول إنهم هم كانوا يعني اجتهدوا، ولكن لم يحالفهم التوفيق او قراراتهم ما حالفها انها تكون صحيحه. اجتهادهم يعني الاجتهاد اللي اجتهدوه ما ترتب عليه قرارات صحيحه، وفي النهايه هو اجتهاد منهم. يعني حتى في المحاكم العاديه لما نشوف الاحكام اللي تصدر من القضاة قد يصدر حكم من محكمه ابتدائيه صحيح. وبعد ذلك القاضي يجتهد فيه، وبعد ذلك الاستئناف محكمه الاستئناف يغير هذا الحكم، وقد تجي العليا وتغير حكم الابتدائي وحكم الاستئناف كذلك. ففي النهايه هو اجتهاد، لكن اجتهاد ما ترتب عليه انه وصلوا الى الحقيقه، يعني او انهم اصابوا الحقيقه في تكييف الوقائع. نعم. طيب دكتور مبارك ختاما، يعني هل ترى بعد ما حصل في هذا القضية بأن هناك ربما كانت قضايا سابقة مشابهة لكنها ما أخذت المجرى القانوني، أو ربما يعني وهذا الشيء يحسب لك ربما لم يكن هناك المحامي اللي يملك القدرات اللي من خلالها أنت استطعت أنك يعني تعيد النقاط لنادي النهضة، هل ترى بأن الأندية من المفترض أنها تطرق أبواب أخرى متى ما أحست بأنها تعرضت للظلم؟ والله هي مش ان الانديه تطرق، الحمد لله رب العالمين، يعني الكل يعلم والكل لا طبعا يشيد بالنظام القانوني. نعم. في السلطنه بشكل طبعاً عام طبعا، ولكن احنا نتكلم عن الانديه. نعم. بالنسبه للجانب الرياضي سواء كان نادي او كان شخص عادي، ما اذا تعرض لاي او حس انه تعرض لاي ظلم. نعم. ابواب المحاكم دائما مفتوحه وممكن يلجا لها. اما بالنسبه اذا كان في سوابق او ما الى ذلك انا ما اطلعت عليها طبعا فما اقدر اعلق عليها. ولكن اللي نقدر نقوله انه من خلال هذا الحكم طبعا بيكون محور مفصلي بالنسبه للشارع الرياضي وبالنسبه للتعاملات الرياضيه. الان اليوم الحمد لله صدر حكم ضد الاتحاد العماني لكرة القدم، يعني نعم. يعني في المستقبل كل شخص ممكن انه الان الكل بيعيد حساباته صحيح اتخاذ القرارات صحيح. درس كبير هذا، اي نعم. فعل يقوم به، اي اجراء يقوم به لازم يعمل حسابه انه يمكن هذا الفعل او هذا القرار انه يتعرض الى انه يلغى او يعاد النظر فيه، يعني يعاد النظر فيه. طيب سيف سلطان عنده مداخله، تفضل سيف. دكتور كيف الحال؟ الله يسلمك استاذ، حياك الله. دكتور بس يعني انا سؤال ذكرت انا قبل ما نتداخل معك بان النهضه من حق النهضه انه يطالب بحقوقه، ولكن سؤالي يعني متى قدمتوا يعني قضيتكم الى لجنه التحكيم الرياضي؟ وعلى وسؤال ثاني، ليش تاخر الى هذا التوقيت؟ نحن طال عمرك شوف الإجراءات محددة بمواعيد في اللائحة،
ونحن مباشرة بمجرد ما يعني لازم بمجرد ما صدر قرار مجلس الانضباط مباشرة خلال المدة القانونية تم الطعن عليه بالاستئناف أمام مجلس الاستئناف، واتخذنا كل الإجراءات القانونية من خلال دفع الرسوم وإيداع المذكرات بالطريقة القانونية وفق الإجراءات المنصوص عليها. بعد ما صدر قرار مجلس الاستئناف نحن خلال المدة القانونية كذلك مباشرة قدمنا الطعن وطلبنا إحالة الأمر إلى المحكمة الكروية. الاتحاد باشر الإجراءات ماله، أحال الموضوع لمجلس التحكيم، بعد ذلك مجلس التحكيم درس الملف وأحاله إلى هيئة التحكيم. طبعا لما نقول محكمة كروية نتكلم عن مجلس التحكيم وعن هيئة التحكيم، أحاله لهيئة التحكيم، وهيئة التحكيم مباشرة بمجرد ما استلموا الملف بدوا يدرسوه وخاطبونا وعقدنا أكثر من جلسة كان فيها سماع شهود وكان فيها مرافعات وكان فيها تبادل مذكرات، وبعد ذلك فضل الحكم الحمد لله. زين دكتور كم استغرق هذا الموضوع كم استغرق؟ والله هي بدأت الدعوة بإعلان لجنة الاستئناف يعني بإعلان لا بدأت الدعوة بصدور قرار لجنة الانضباط في تقريبا 21/12 قرار لجنة الانضباط صدر، وبعد ذلك تم الاستئناف وصدر قرار لجنة الاستئناف في 4/1، وبعد ذلك مشت الإجراءات مال المحكمة. طيب يعني الدكتور مبارك بالنسبة يعني كانت هناك لائحة فض النزاعات وغيرها بالنسبة للاتحاد بعدم التدخل يعني المحكمة بجكلال في قرارات لجنة الانضباط والاستئناف، أم أن هذا موضوع آخر وبالتالي كان للجنة التحكيم الرياضي يعني من حقها أن تتدخل في القرار اللي صدر وتأيدت بعد ذلك لجنة الاستئناف؟ نعم اختصاصها أصيل 100% اختصاص محكمة التحكيم أو المحكمة الكروية. نعم. بنظر هذا النزاع اختصاصها أصيل 100%. أنا سمعت المداخلات في الحلقة الماضية. نعم. في برنامجكم. نعم. وأقرأ الصحف وأشوف الأمور اللي تثار حول مسألة الاختصاص. نعم. الاختصاص أصيل 100% يا خالد، ما في أي نقاش. المادة اللي تقرأ واللي تشير إلى عدم الاختصاص هذه تبتر في القراءة، ما تقرأ بشكل كامل. هي نصت بنص صريح، هي طبعا هذه مادة في اللائحة التنظيمية للمحكمة الكروية. نعم. اللي هي عرفت المنازعات المرتبطة، اللي يقرأ ويثير موضوع عدم الاختصاص يقرأ الجزء السفلي فقط، ما يقرأ المادة من بدايتها على أساس تكون الصورة واضحة. في نوعين من النزاعات أمام في الاتحاد العماني. نعم. في نزاعات تعرض على لجنة الانضباط وبعد ذلك على لجنة الاستئناف وبعد ذلك تستأنف أمام المحكمة أو يطعن فيها أمام المحكمة الكروية. في نزاعات أخرى ما تختص بها لجنة الانضباط لجنة الاستئناف، هذه تختص بها غرفة فض المنازعات. هذا غرفة فض المنازعات نصت عليها المادة 56 من النظام الأساسي، وهذه الغرفة. نعم. تختص بالنزاعات اللي تكون بين الأندية والمدربين واللاعبين حول. نعم. عقود العمل والتعويضات. نعم. وما إلى ذلك. نعم. لكن ما يكون الاتحاد ما يكون خصم فيها، هذه فقط في داخل النادي. فإذا طيب. صار مثل هذا النزاع ما ينظر أمام لجنة الاستئناف أو لجنة الانضباط، لا ينظر أمام غرفة فض المنازعات يطعن فيه بعد ذلك أمام المحكمة الكروية. طيب هلال النزاعات الأخرى. نعم. اللي يكون الاتحاد طرف فيها لا ينظر أمام لجنة الانضباط والاستئناف. نعم. واضح أن اختصاص هذاك آخر، لكن هذا مختصين في هذا الموضوع. هلال مخيني عنده مداخلة أيضا. دكتور صباحك الله بالخير. مرحبا الساعة الله يصبح بالنور. بعد دقيقة باقي على الصباح. لا ما مشكلة خلاص دخلنا في وقت الصباح. فعلى العموم أنا بداية أنا أبارك لك تحديدا كمحامي نفتخر فيك، أبارك لنادي النهضة لرجوع 6 نقاط لهم على حسب القانون اللي نتكلم فيه أنه هذا حق شرعي لهم، فألف مبروك لكم الاثنين. هذا جانب دكتور. الجانب الثاني واسمح لي على الكلمة أريد جواب محدد منكم مباشر، هل أساس الخطأ كان في لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة القدم أو في لجنة الانضباط أو في لجنة الاستئناف؟ أساس المشكلة في وين كان؟ لا طبعا الأساس المشكلة نشأت لما نشأت المشكلة ما كانت لجنة الانضباط موجودة في الأمر ولا لجنة الاستئناف ولا المحكمة الكروية. لما المشكلة نشأت بسبب تأخير موعد المباراة. لا في وين كان؟ على إيش استندت؟ اسمح لي دكتور على ايش استندتوا بداية المشكلة؟ هل في لجنة المسابقات؟ لأنكم انت الشكوى مالكم على الاتحاد ولجانه. نعم صحيح. نعم.
فإذا بداية المشكلة اللي أساس المشكلة هل لجنة المسابقات أو لجنة الانضباط أو الاستئناف؟ لا نحن ابتداء ما اشتكينا على حد. نحن متى نحن لما 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 صدر القرار ضدنا وعوقبنا ظلمنا من العقوبة فقط، ما نحن ما طالبنا حد بأي شيء، ظلمنا من العقوبة اللي صابت نادي النهضة فقط. سبب العقوبة إن 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 لجنة الانضباط فسرت الأمر على أساس إنه انسحاب، وهو في الحقيقة ليست انسحاب، لكن كيف وصل الأمر للجنة الانضباط؟ وصل الأمر لأنه كان في مباراة، في موعد محدد للمباراة، وطبعا الجداول المباريات معلنة ومعلومة للجميع، الكل يكون مستعد لها. فإذا كان في إشكال يفترض أن يكون في تنسيق، الأشخاص اللي نسقوا وخلوا مباراتين في نفس الملعب، نعم هذا هو هم اللي تحملوا. طيب الدكتور، يعني يمكن الأخ سيف الجابري في الحلقة الماضية طرح مسألة تزوير توقيع في كشوفات نادي النهضة، هل ممكن تفيدنا في بهذا الجانب؟ لا، هي احنا ما نقدر نقول عنها واقع التزوير بالمعنى الجنائي، ولكن من خلال المستندات ومن خلال طبعا نحن ما كانت كل المستندات مطروحة أمامنا على أساس أن نطالعها أو أن نفحصها بالطريقة القانونية السليمة، لكن من خلال المستندات نسب توقيع إلى أحد أعضاء الفريق أو إلى أحد أعضاء الفريق. نعم نسب توقيع. نحن عنكرنا هذا التوقيع فقط، لا ما دخلنا في مسألة تزوير وغيره، تزوير من عدمه. نحن انكرنا هذا التوقيع. طيب يعني ما نقدر نقول تزوير بطريقة نعم اكيد انت طبعا كمحامي ادرى في المصطلحات هذه وفي الامور القانونية. ختاما الدكتور، هناك اندية يعني النهضة استفاد عادلة حقه، هناك اندية تضررت، هل من حق هذه الاندية ايضا ان تتقدم بشكوى في لجنة التحكيم؟ الأندية قانونياً ابتداءً الأندية تضرر، مش كل الأندية طبعاً، في أندية تضررت وفي أندية ما تضررت. بالضبط. الأندية اللي صادها ضرر بسبب إعادة الست نقاط أو الحكم اللي صدر لمصلحة نادي النهضة هي بسبب طبعاً إنها كانت في الجدول في مرتفعة، وبعد ذلك وجود الست نقاط في النهضة رفع نادي النهضة عنها. نعم. نادي النهضة لما خاصم الاتحاد لما طالب بالست نقاط اللي يملكها أساسا، صحيح. طالبها أنها ترجع له، ما أخذت من أندية أخرى، يعني ما أخذت من أي نادي. طلب التعويض هم يطلقوا عليه غرامة، هي مش غرامة. نعم. طبعا الغرامة هذه عقوبة جزائية فيها نص، لكن نحن أمام تعويض. التعويض اللي قررته المحكمة لنادي النهضة بيدفع الاتحاد، ما في اي نادي، ما بيأخذ مال من اي نادي. نعم. فما في اي ضرر صاب النادي ضرر من طرفنا احنا. كان يفترض لكل نادي يبغي انه يحصل الدرع الدوري او انه يبقى في دوري المحترفين، نعم، انه يعمل على هذا الاساس ويجمع اكبر قدر من النقاط. ما يفترض انه يعتمد على خصم نقاط من فريق اخر، لكن على اساس انه نعم. لكن عفوا دكتور، استخلص من كلامك ان انتم تعتبر ما طرف، يعني الانديه ما تقدر تشتكي مثلا على ان النهضه صار كذا، لكن تقدر تشتكي على الاتحاد، صح؟ ما في اي شخص ممنوع انه يشتكي على اي شخص اخر. ممكن يشتكي على كل إنسان، من حق هذا باب الشكوى أو الدعاوى مفتوحة للجميع، أي شخص يبغى يشتكي تفضل يشتكي. لكن في هذه الدعوة نحن ما خاصمنا أي نادي، خصومتنا مع الاتحاد. الحكم اللي صدر يلزمنا ويلزم الاتحاد، ما يلزم أي نادي، وما في أي نادي، يعني مش الشخص اللي ما يكون طرف في دعوة ما مطلوب منه إنه يوافق على الحكم، وما مطلوب منه أو يرفض الحكم، ما مطلوب منه إنه ينفذ الحكم، ما مطلوب منه إنه حتى ما يملك إنه يستأنف الحكم أو يطعن فيه أو يأخذ عليه أي مأخذ. طيب الدكتور مبارك المقبال، أنا شاكر لك هذا التوضيح والتفسير أكيد لكثير من المواد والبنود القانونية، وأحييك بصراحة، يعني سابقة من نوعها ربما تحصل هنا في في في, في السلطنة. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. لا بالعكس بالعكس، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله. ما جانب. الله يجزيكم الخير، طول عمركم. أي سؤال؟ على السؤال ما جاوب دكتور. اي سؤال يعذرني الدكتور، انت كنت تناقش. انا كنت اناقش ووجهت له سؤال وقلت له دكتور لو سمحت بالمختصر المفيد، اساس المشكله من وين؟ من جانب قانوني اساس المشكله، هل لجنه المسابقات، هل الانضباط، هل الاستئناف او اللوائح؟ لا بس واضح. يقول لي اساس المشكلة من وين؟ لا قال لك الاتحاد.
الاتحاد. الاتحاد انا مشتكي على الاتحاد كامل. هو مشتكي غير. انا الحين منظور قانوني اريد سبب المشكله. انت تعرف وجهه نظره وين المشكله؟ الاتحاد يعني مسابقات. لا لا محمد انت تعرف وجهه نظره. هو مشتكي على الاتحاد ولقانه المسابقات. المسابقات الاصل المسابقات. انت تراها ما تبى سؤال هذه محمد الحين. لا 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 جاوبك. هذا سؤال مهم. بس هذا سؤال مهم. انت تكتشف من هذا السؤال وين اساس المشكله. الاهم الموضوع التسجيل. هذا اللي بغيت اتوصل. ممكن اقول لك نقطه؟ ايش هو قال؟ قال المشكله في موضوع الوقت صح؟ تغيير الوقت. من مسؤول عن تغيير الوقت؟ المسابقات او الرابطه. خلاص ما حدش نسال. لكن من منظر قانوني احنا لما نتكلم هني لما نتكلم احنا هني ممكن ولكن نتعزز رايك للمشاهد من منظر قانوني بحكم انه هو قال. قالوا قال بس سيف الجابري ما بغى يقول. هيثم تعقيبك على الموضوع يعني اجى شوفوا قال احنا 21/12 بلجنه الانضباط صار بعدين صار الاستئناف كل طاوله اسبوعين بعدين القضيه امتدت الى 4 أشهر حتى صدر القرار هذا اللي طلع. لكن أنا أرجع إلى سيف الغافري بصراحة قالها من البداية يعني الآن صار شرخ كبير في نظام المسابقة هذا الموسم. إذا قلنا أول سنة احتراف الموسم الماضي صار بملابسات الشهادات اللي شفناه وهذا لك هذا الموسم البطولة بكرة تنتهي وتبقى مباراة. يعني هذا موضوع بصراحة أشوفه يعني حتى خارجيا عندما سيتحدث الكثيرين بصراحة فضيحة. نظام المسابقة في سلطنة عمان انه انقضاء الجولة الأخيرة وتبقى مباراة ومتى اعرف هذه المباراة متى تقام. فهذا امر يعني في احداث وايد هذا الموسم اذا تكلمنا يعني هذا ختامها عن تغييم اكثر من سابقة في هذا الموسم. لا في ضرب مدرب او اعتداء على مدرب او ملاكشة مدرب في مباراة سحب نقاط البداية بالتحكيم كانت وفي حاجب ثغة وفي كثير من هذا الموسم. نعم عندنا سيف تفضل. زين عساس بعدين ايضا نادي صحار حابينهم يتداخلوا في هذا الموضوع. شوف خالد انا طبعا سمعت الدكتور بس في بعض النقاط اللي بضيفهم علشان انا يعني اعطي وجهه نظري في الموضوع بشكل نهائي. احنا لما نرجع نقول من الاساس ابو حمد طرح نقطه مهمه للدكتور. الدكتور جاوبها لكن قالها في البدايه يمكن بعدين لما سالت انت قالها قالها أيوة لكن ما فندها بامورهم القانونيه خالد يعني لازم نعرف شيء انه الاتحاد في الاصل اعترف بخطاه مبكرا من خلال هذه المساله من خلال هذه القضيه. بمعنى انشا لجنه تحقيق داخليه وكان رئيسها عضو مجلس اداره وحتى في الجمعيه العموميه الاخيره النهضه قبل الجمعيه طالب الاتحاد بما يعني بما بوضعه في خلال هذه القضيه وما حدث له وطلب نوع من اللي خلينا نقول يعني التعاون من قبل الانديه في قضيته ووقف يعني مثل ما يقولوا بصلابه وقف بشده في هذه المساله. الاتحاد حسب المعلومات المتوفره عندي انه انشا لجنه التحقيق وادان بعض الموظفين عنده ادان كانت في إدانة واضحة بسبب إيش؟ موضوع المباراة من أيام طويلة جدا وصل عندهم الخبر ولم يتخذوا القرار اللي هي المباراة قبل المباراة المباراة قبل ونبي يتضاربوا المباراتين. اتخاذ القرار كان نوع من يعني ممكن يكون في نسيان ممكن يكون في خطأ من اللي وصل عندهم الخبر ولكن الاتحاد قام بإجراء لجنة التحقيق واللجنة هذه خلصت إلى محاسبة الناس المخطئين بدون ذكر اسماء. ليش من المحاسبه تنبيه سيف في الفتره الماضيه لما صدرت العقوبة. لا بس بوضح لك حاجه. أيوة. في الفتره الماضيه لما صدرت العقوبه اذكر حتى نزل في الجرائد انه والله كذا وكذا وتم تنبيه الاشخاص اللي المخطئين فيها. يعني مشكله مثل هذه يعني. أيوة. على فكره بنوضح حاجه يعني خلاصه هذه المشكله اكبر من الضرر من الموضوع تعرف من نادي النهضة. نعم سيد انا بجيك انا بجيك وانا اقول لك لو هذه الست نقاط من السابق مع النهضة مع لعب مباراة ظفار يمكن الفريق اليوم تحصله في المركز الاول او الثاني او الثالث يمكن الجهاز الفني مستقر ما في ما طبعا صدقني. أيوة. اللي صار شيء ويقول لك مسوي تنبيه كيف تنبيه الضغط اللي جاء على محسن درويش. أيوة. في القضيه هذه طبعا سهل. من اسباب هذا انا بس اكمل يعني قال لك تنبيه يعني احنا صارت. أيوة. الاسماء اللي متعودين نشوفها في كل مكان بكمل لك الفكره خالد. شوف اتفق مع الطرح اللي قاله الدكتور في مسألة اللجان القانونية. احنا اليوم في عمان نتخالف انا وسيف سلطان ممكن نروح محكمة القاضي هذا يحكم لسيف انا اتظلم اروح الاستئناف ممكن يأيد ويجي محكمة عليا ممكن الله سبحانه وتعالى ينصفني واكون سيف ظالمني مثلا معلش هذا حقيقة واقع يعني في مجتمعنا نعيش المدني نحن. فبالتالي
ما بالضرورة أنه يستقصدني كقاضي، القاضي عنده أحكام وعنده مشروعية وعنده نظام يمشي عليه، لكن في النهاية قد ما يتوفق اتخاذ، قد يكون في بعض الأوراق ما استخدم أو ما شافهم، أو في بعض الشهود ما استعان فيهم، أو في أشياء تقدم فيها الخصم وما قدمهم، بالتالي هذا موجود في مجتمعنا. المحكمة الكروية أنا كنت أسميها أول شيء، أعتذر للجمهور لأننا طلعت من الاتحاد صار لي كم سنة، فبالتالي كنت أسميها لجنة التحكيم. هي طبعا في 2014 أعتقد في مارس بعد اعتماد النظام الأساسي صارت المحكمة الكروية، مثل ما قال الدكتور. لا، المحكمة الكروية هي فيها مكوناتها اللي هو مجلس التحكيم وهيئة التحكيم. مجلس التحكيم وهيئة التحكيم كذا عشان نوضحها للمشاهدين، يعني أنا أبرزها شوية عشان المشاهد يعرف من اللي اتخذ القرار. هذه المحكمة العليا في الاتحاد، آخر محطة تقاضي في الاتحاد بعد الاستئناف والانضباط. الانضباط والاستئناف. بس عفوا سيف، كانوا قبل أي واحد يقول لك رايح للفيفا. لا محكمة الكاس. أيوة. بجيك. يعني ما تجينا هذه الكلام. الفيفا يردن يقولهم شو شأن داخل. على طول قال لك أنا رايح للكاس. بجيك، ما حد كان يروح. ما حد كان يروح. كان يرسل له رسائل وإيميلات ويستفسر. رسميا ما كان في حد يروح. لأن فيها رسوم وما حد كان يروح أصلا. وأصلا هو الاتحاد ما الاتحاد الفيفا ما كان يقبل. يقولهم شأن داخل. مجرد بس إنه سؤال وجواب. غرفة فض المنازعات اللي فيها الدكتور جاسم هذه أيضا لجنة قانونية شأنها في موضوع اللاعبين والهمس عشان نوضحها. بس أريد أقول شيء، الخطأ هذا حصل قد يكون من المسابقات، أليس هذا بخطأ كافي أن يقول المسابقات نحن خلاص أخطأنا وهذا خطأ كبير؟ أو على الاتحاد أن يعيد صياغة اللجنة، ما بالضرورة يبدل أفراد اللي فيها، ممكن تكون في مشكلة أخرى، ممكن في ناس يشتغلوا في اللجنة من أمانة السر أو غيرهم، ما أعرف منهم أنا حتى أعضاء اللجنة، أعرف أن أحمد رئيسه، ما أعرف البقية من أصلا فيها اللجنة حاليا، لو سألتني من أفراد اللجنة ما أعرفهم، أعتقد يمكن أحمد جابر عضو كونه رئيس لجنة حكام، ما أعرف، أنا ما أعرف العدد منهم عموما، وأعتقد محمد يمكن الشيح نائب الرئيس. عموما من ما يكون هذه اللجنة إذا كانت هي تدير الدوري، لأن الرابطة أنا سألت في موضوع الرابطة، ما هو عمل الرابطة؟ عمل الرابطة تجهيز الجداول وإرسالهم لاعتمادهم من وين؟ لجنة المسابقات. لجنة المسابقات هي المعنية في اعتماد الجداول. التنظيم هذا اللي شفناه طالما أنا اعتمدت معناها أنا شيكت، أنا شفت وقرأت وقارنت وعرفت الملاعب وعرفت التوقيت كامل. مصدر المشكلة اللي سأل فيها أبو حمد واضحة وقلناها في البداية، ممكن البعض لا أنا قلت نحن الحين ما بنغلب عاطفتنا، بنتكلم عن نظام. المادة كانت واضحة من المسابقات فيما يخص مسألة الوقت والتغيير، لما استدعي الحكم والمراقب في المحكمة الكروية وجوابهم نفس الجواب اللي قالوه في الاستئناف، وللأسف الاستئناف أيضا معلش مع كل التقدير لهم أخطأوا في الحكم. هو قال قبل شوي المحكمة أخطأوا الاستئناف دكتور الحكم قال لهم أنا ما أعرف شيء عن المباراة. يا أخي في مواد صريحة تقول لك الحكم هو مسؤول عن تغيير الوقت إذا كان خرجت عن الحكم كذي. قالهم ما أعرف شيء عن المباراة؟ طبعا قالهم أنا جاني أمر من مراقب المباراة، من الأمر الناهي في المباراة بحكم النظام نظام المسابقات الحكم. الحكم الحكم لم يتم التواصل معه، اللي أعطاه الأمر من مراقب المراقب المراقب ما طرف في الموضوع. ومن أعطى المراقب الأمر؟ لجنة المسابقات. رئيس لجنة المسابقات. أيوة. طيب خلينا نتواصل مع الفاضل عبد الرحمن القاسمي نائب رئيس نادي الصحار. مرحبا فيك عبد الرحمن. مرحبتين يا خالد. يا هلا وسهلا فيك. يعني يمكن إذا كنت متابع قبل شوي طبعا فتحنا هذا الموضوع واستكمال لما كنا وعدنا فيه الجماهير قبل مباراة النهائية للكأس في مسألة اللي حصل بعد قرار لجنة التحكيم الرياضي، واستمعت يمكن لمكالمة الدكتور مبارك المقبالي محامي نادي النهضة. وبالنسبة لكم أصدرتم بيان أيضا بالنسبة لنادي صحر، شو تعليقك وتعقيبك على اللي حصل؟ والله قبل البيان أنا طبعا استمعت للمحادثة مع الدكتور المحامي. نعم. وجزاه الله خيرا عن اختزل الموضوع في حاجة بسيطة يفترونها ما تفوت على أدنى واحد أو أدنى واحد عارف بهذا الجانب يعني. نعم تفضل. فمثل ما علقت أنت يعني أن الموضوع ده كان بسيط، إذا كان موضوع صحيح سحب 6 نقاط بكل سهولة كان يتحدث بكل سهولة، فما كان محتاج إلى لجنة انضباط ولا لجنة استئناف ولا محتاج حتى إلى المحكمة الكروية. نعم. أنا ما عندي إشكالية مع نادي النهضة، وإحنا كنادي صحار ونادي النهضة عندي أشقاء وإحنا نلعب في دوري واحد، ويفترض أن كل عضو من أعضاء هذا الدوري إذا يتأثر العضو الثاني. نعم. من حق أيضا النهضة أنه يسترجع أو يتخذ الإجراء الذي يرى الاسترجاع حقه، لكن احنا اعتراضنا على التوقيت. يعني لماذا في هذا التوقيت بالذات؟
نعم. خصوصا ان كنا نعرف انه القرارات هاي نسمع عنها انها صادره من زمان او انها ستصدر بهذه الصوره. صحيح. وفعلا صدرت مثل ما كان الشارع يردد الكلام. فهل هذا ما يدعو للشك ويدعو للريبه في اتخاذ القرار في هذا التوقيت بالذات؟ نعم تشكك بكره في الدوري. نعم. بكره الدوري انفاصه. نعم تشكك في ايش بالتحديد يعني؟ والله انا اشكك في التوقيت، ما اقدر اتهم الاخرين، لكن اقول يفترض انه الاتحاد امين على الدوري. وبالتالي اي مطب يتعرض للدوري ينعكس على الاتحاد. نعم. وكان من الاولى ان الاتحاد يتخذ الاجراء القانوني الفوري لتلافي هذه الاشكاليات. نعم. بكره مثل ما تتعرف الدوري ينفض انفاسه الاخيره. صحيح. بكره خلاص ما في. بكره يفترض ان بكره ان شاء الله تصدر ترتيب الفرق من الاول الى الاخير. البطل الان والثاني نعرفه والهابطين نعرفه، فبقت من سيلعب الملحق. نعم. هذا ما كان المفروض انه يعلن قبل بدري والنهضه ياخذ حقوقها والانديه الثانيه تعرف حالها. في انديه الان مشت لاعبينها على اعتبار انها مامنه. صحيح. بدل ما تخسر شهر او اكثر من شهر من الحقوق. مشت لاعبينها. الان اصبحت هذه الانديه وبعض منها في المحك، اصبحت في في في, في دائره الخطر، خطر الملحق. نعم. هذا الاجراء يفترض المسؤول عنه الان يكون عنده الشجاعه، يا انه يعالجه علاج جذري، يعني يتخلى عن المسؤولية ويترك المسؤولية لغيره من الناس اللي يمكن يكون عندهم المقدرة لإدارة دوري مثل دوري المحترفين. من تقصد يعني لجنة معينة؟ والله اللجان اللي تسببت. اللجان اللي تسببت. حكام. نعم. اتحاد. نعم. برمته. أنا ما أفرق بين لجنة ولجنة، لكن أقول. نعم. اللي تسبب يفترون يكون شجاع. طيب عبد الرحمن، أنت تقلت مسألة التأخير، الكل يتفق فيه يعني أن التأخير يعني المشكلة مش في القرار اللي صدر بقدر ما هو المشكلة في التوقيت والتأخير. هل ترى بأن من المفترض كان يحدد مثلا يعني حتى مسألة الحكم يعني تكون في موعد خلينا نقول أقصى شهر من بعد نهاية المباراة، مش خمسة أشهر، يعني 144 يوم بالتحديد تقريبا وصدر القرار؟ يفترض أن هناك في مواعيد من لجنة الانضباط للاستئناف، كان في مواعيد. نعم. خلصوها تقريبا في أسبوعين. نعم. لماذا التمديد من لجنة الاستئناف لغاية ما يصدر الحكم اليوم؟ وللعلم الحكم صدر، لكن الحكم محتاج أمني توثيق، لا أنا ما قانوني، لكن نعرف أن الحكم يحتاج إلى توثيق محكمة حسب ما علمنا من القانونيين. وأيضا الاتحاد إلى الآن لم يبادر بإبلاغ الأندية أنه والله في حكم صدر وأن في مباراة معادة، حتى المباراة المعادة لم يحدد لها تاريخ. متى هذه المباراة ستقام؟ نعم. طيب من المستفيد منها؟ نعم، شو تفسر أيضا عبد الرحمن هذا أن بكرة ختام الدوري بينما هناك مباراة متبقية؟ تصور أول مرة يحصل في العالم هذا الشيء. والله مرجع إلا مبالاة، لأن الناس ما متحملة مسؤولياتها، يعني يا ريت كل واحد يتحمل مسؤوليته ويقوم بالدور المنوط به في هذا التوقيت. نعم. احنا أعلنا عن دوري محترفين العام الماضي ومشينا بالحلوة والمرة ومشى من الجانب الإداري، وحتى الجانب الإداري ما كان جانب موفق. نعم. السنة للموسم الثاني نشتغل في دوري المحترفين، في اكثر من مطب حدث من بدايه الدوري الى الان. واكبر المطبات اعتقد راح يتكلم عن هالتاريخ هي هذه القضيه. نعم. يعني راح تكون من الاستغرابات حدث في 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 دوري من الدوريات. نعم. هذا اللي يحدث الان في دوري السلطنه. طيب رغم ان احنا معروف. نعم. عنا في السلطنه التنظيم الدقيق، القانونيه، الشفافيه موجود في مؤسساتنا ونفتخر بهذا الكلام. يتفاجئ اليوم احنا بكره نعد لاعبيننا، نعد جمهورنا اللي احس ان اماله يعني تغتال، الجمهور اللي يعتبر افضل شيء في الدوري، اذا كان نستطيع ان نقول في دوري محترفين ففاكهته جمهور نادي صحار. هذا الجمهور الان يتعرض اغتيال لاماله على اعتبار ان ناديه اول الانديه المهدده للعب الملحق. طيب بما انك قلت اغتيال اماله، ان شاء الله ما تغتال وجماهير نادي صحار تبقى باذن الله في دوري الاضواء، يعني رده الفعل الاكبر اتت من نادي صحار وكان الفريق حاس انه هو اللي راح يخوض مباراة الملحق. يعني انت تحدثنا عن جانب، في الجانب الآخر انت كنادي في 20 مباراة، يعني من 25 مباراة في 20 مباراة ما حققت اي فوز، في 20 مباراة تعادلت 13 مرة وخسرت 7 مرات، وحتى نتائجك يعني مع الفرق اللي في حالة التساوي، طبعا القانون يقول في حالة تساوي ناديا او اكثر في عدد النقاط ما عدا الاول تحديد المركز الاول، فالمواجهات المباشرة هي اللي تفصل بينهم. صحار موقفه صار الأضعف إن تساوى مثلا مع السويق. في المقابل هناك أيضا جانب يعني تقصير من ناحية النتائج، ونتحدث عن 20 مباراة دون أي فوز بالنسبة لصحار. أنا بالنسبة لنادي صحار الكل يشهد أن نادي صحار من أفضل الأندية اللي يؤدي في الميدان. النتائج توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إحنا يمكن غيرنا 3 أجهزة فنية. نعم. عملنا كل ما بامكاننا نعمله لتحقيق الاهداف وتحقيق النتائج الايجابيه. الفريق جالس يؤدي وبشهاده الجميع وبشهادتكم من الفريق من افضل
الفرق يؤدي في الدوري، لكن النتائج الاهم عبد الرحمن. النتائج نعم. ايوه استاذ خالد وجمه... لكن النتائج هذه سوء توفيق. احنا اذا فزنا على فرق في المقدمه فزنا على فنجا مثلا فريق في المقدمه نعم، وكانت نتائجنا فوزنا على كل الفرق في الاوقات الاخيره يعني كنا نتعرض لهزائم صحيح. فهذا ما معناته ان احنا اذا نضار نسكت على اعتبارنا والله ما حققنا نتائج او ان فريقنا كثير التعادلات. اذا كنا نضار في شيء ونحس انه فلا بد ناخذ على عاتقنا مسؤوليتنا امام جماهيرنا، مسؤوليتنا امام لاعبينا صحيح. ان ما نجلس ما نحرك ساكن في هذا الجانب. طيب ما نحرك ساكن، واتمنى ما هو القادم الاتحاد. ما هو القادم بالنسبه لكم؟ هل ربما يعني تطرقوا ابواب القانون ايضا في هذه المساله؟ لان الامور يبدو ان في اللوائح وفي الانظمه بكل اسف اللي تدار بها المسابقه هناك يعني خلل كبير، وهناك ثغرات كثيره، ومن ضمنها قبل شوي يعني الدكتور صلاح مثل ما يعني او عفوا الدكتور مبارك قبل شوي تحدث بكل اريحيه يعني وبكل ثقه وكان الامور كانت واضحه وضوح الشمس بالنسبه لهم. والله الساكت عن الحق شيطان اخرس. احنا طالما نعرف ان لنا حقوق رايحين نصعدها لوين ما توصل، وفعلا بدينا نعد ملفاتنا وحتى نعم. بدينا نعد تنسيق وجاهزين جاهزيه وراح نكلف محامين يتولوا هذه القضيه. طال الزمان وقصر لن نسكت عن حق نادي صحار. طيب الشيء الاخر انا ارجو من الاتحاد انه على الاقل ما يكملها يعني يتابع مباريات الدوري بكره. انا سمعت بين مؤيد وبين معارض ان عن النتائج وما نتائج وكذا وكذا وغيره وخلافه، ما انا اقول كل نادي له حقه نعم، لكن في التزام ادبي لازم تتحلى في كل الانديه نعم. فما نتفاجئ بكره النتائج حسب ما يتوقعها الشارع من مبدا الروح الرياضي. طيب من مبدا الروح الرياضي نعم. ومبدا ان انا مسؤول، انا عضو في هذا الدوري وبالتالي لازم اتحمل مسؤولياتي واقوم بواجبي وبالتالي لكل مجتهد نصيب. طيب عبد الرحمن الفاضل عبد الرحمن القاسمي نائب رئيس نادي صحار، شكرا لك وكل التوفيق ان شاء الله لصحار اللي اكيد يعني وجوده اعتقد واستمراره في دوري الاضواء شيء مهم ومهم جدا للدوري ككل في ظل يعني الدعم والتواجد الجماهيري الكبير. هلال هل يعقل نترك الامور كذا يعني مفتوحه ام يتم تحديد موعد اقصى مثلا شهر من بعد نهايه المباراه؟ يعني الحين لنفترض ان مثلا بطل الدوري توج العروبه نعم، يجي بكره شيء من الانديه ويفتح موضوع ويحصل ثغره موجوده في شيء من القوانين، وبعد شهر شهرين في شهر رمضان يصدر قرار من محكمه ايوه شو اسمها لجنه التحكيم الرياضي ممكن سحب الدرع من العروبه. من الذي اعتمد النظام الاساسي خالد؟ لا بس لحظه ابو محمد، لان ايش اللي حصل في موضوع النهضه؟ عشان اوضح لك، النهضه باشر في موضوعه في الاجراءات، بعد ذلك في فترة ما توقف في الفترة اللي كان فيها مسألة مشكلة الاتحاد والسحب الثقة، وقف الموضوع. من خلصت هذه الزوبعة الكبيرة على الاتحاد وهدت الأمور حرك الموضوع مرة. احنا نقول الواحد يطالب حقه، هذا يعني حقه، لكن التوقيت ليش ما يتم تحديد شهر مثلا أقصى؟ شوف ايش ذنب الأندية الحين؟ قبل شوي سيف تكلم وتكلم قال الظاهر الأخوة ولنقلهم كل الاحترام ما بفاهمين إن كل ما تأخر الوقت انضرت مصالح أندية أخرى نعم. أو حقوق أندية أخرى حتى النهضة تضرر. نعم النهضة تضرر، وكان غاب غوسين أودنا من الهبوط نعم. النهضة يعني خليك أنت من الجوانب الإدارية وما شابه، ولكن اليوم صحار تأثر مباشر في وجهة نظري بوشر، تأثر بشكل مباشر. مباراة ظفار تأثر ظفار بإعادة المباراة، ولكن يجب أن نجاوبك في هذا السؤال نعم. أول نحدد المسؤوليات، هل اللي تنفذ أو اللي غايمة على دوري عمال المحترفين الرابطة أو لجنة المسابقات؟ يجب من تحديد المسؤوليات، يعذرون الأخوة تحديد المسؤولية، يا الرابطة تتحمل الدوري بكل لجانة أو لجنة المسابقات تتحمل الدوري بكل لجانة، على اساس ما تكون هناك في ازدواجيه في العمل او ما شابه. انا في وجهه نظري يجب ان هناك تحديد الاولويات، ويجب ان هناك تحديد المسؤوليات بالنسبه للجان في الاتحاد. نعم هيثم تفضل. انا جاوب عشان نختم هذا الموضوع نتحول رابطه لجنه مسابقات كل العالم في كل دوريات العالم في لجنه مسابقات والله ما شاء الله، هي اللي تحدد جداول المباريات التوقيتات. رابطة الدوري المحترفين اكيد هي المسؤوله على الدوري. لا اكيد انت قلت لي قبل شوي يعني الموسم الماضي اسمحني تاكيد الان اسمحني الموسم الماضي من تحدثنا على موضوع الشهادات واللي صار كله كان المرجع الريفرنس هو رابطة الدوري المحترفين.
المسؤول على الرابطة هو المدير التنفيذي الشيخ شبيب. أما لجنة المسابقات في كل العالم في كل الدوريات هي تحدد الجداول، تحدد المباريات، فهناك في يعني فصل بين العمل الدوري. صحيح. طيب العمل بين لجنة المسابقات وبين الرابطة هل صحيح تشوفه؟ الآن النتيجة شفتها أنت؟ على فكرة لا النتيجة خليك من النتيجة. سيف الجابري، يعني الدكتور مبارك قبل شوي يعني في حديثه حتى سيف سلطان ركز على الجزئية اللي قالها، قال بأن لجنة الاستئناف فيما معناه يعني ما فهموا الواقع أو شيء كذا، صح؟ إيه. وهذا أعتقد يعني كلام خطير صراحة. خالد لما يصل إن يكون عندك شهودة تستدعيهم أنت في الانضباط، والنهضة كان أذكر الحال كنت متابع معهم، يعني بعرف لأنه ممكن أنا تكلمت عن ذا الموضوع. أنت الموضوع كله عندك. كثير من الناس فكروا إن أنا والله مع النهضة وزعلوا علينا كثيرين من الإخوان وكأني أنا والنهضة يعني أكلون عيش ولا يدفعوا لي راتب. أنا نقول اللي شفناه على أرض الواقع خالد هو أنه في خطأ من خلال النظام. أنا قرأت الورقة لأني تعاملت مع النظام المسابقات، في خطأ واضح وضوح الشمس. كل هذه الفبركة أنا أتفق مع الأخوان في مسألة أنه في، بس معلش خلنا نأخذ جزء آخر خالد. الجزء المهم في مسألة اعتماد النظام الأساسي والأوقات، أوقات هذا وقت طويل جدا. أنت الحين ما في محكمة مدنية تجارية بتأخذ سنتين. اليوم نعرف نحن في القانون المدني سنتين ثلاث بعض المحاكم. نعم. أنا عندي قضية تجارية ما أخذها 4 سنوات هذا موجود. لكن اليوم لما نتكلم عن نطاق كرة قدم ومحكمة كروية مفروض أنه النظام الأساسي للأسف الأندية ما تقرأ. أقول كل الأندية بما فيهم الأندية المتضررة اليوم والأندية غير متضررة نتأكد ما فتحت الصفحة هذه وقرأت كم الأوقات المفروض أنه تأخذ فيها المحكمة الكروية في 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 استلام وفي إصدار القرار. نعم. فبالتالي من الذي اعتمد النظام؟ واحد. رقم اثنين خالد، احنا قلنا لازم اليوم للأندية تكيف وضعها بما هو واقع. اليوم نحن تكلمنا وعيد مرة ثانية صارنا في هذه الحلقة، ما اعرف الناس تسمع او ما تسمع في الأندية، تكلمنا عن موضوع نقطة نظام النهضة وانه في قضيته في المحكمة الكروية من وقت طويل جدا، اكثر من شهرين، يعني لازم انا اليوم. وانا قلت خالد وانا شخصيا يعني التقيت في الاخوه في نادي السوق قلت لهم يا اخوان هذه نقاط قد تعود، يجب ان تعمل لنفسك. صحيح. يجب ان تعمل كنادي لنفسك الى اخر لحظه. التاخير نعم يضر في معرفه الجدول، يعني اليوم هذا الجدول خالد بوشر كان الثاني عشر فجاه هبط، وجد نفسه أنه هبط مباشر من تلقاء قرار صدر الظهر، وفي نفس اليوم يلعب فيه أو كان مباراة النهضة يلعب في نفس اليوم اللي تصدر فيه القرار. فهذا يعطيك نوع من البعض. إحنا لا نشكك صراحة خالد، ما نشكك، لأنه يمكن الأخ عبد الرحمن ذكر قضية تشكيك شوية. غدا سيستلم الاتحاد، بكرة راح يستلم حيثيات الحكم أيضا. بالمناسبة القرار هذا نافذ واحد، وإذا كان الاتحاد كمتضررة كخصم مع النهضة عليه الذهاب إلى الكأس إلى لوزان إذا هو يريد يستأنف فقط، هذا هو القرار. هذه آخر محطة تقاضي موجودة. أما الموضوع اللي نتكلم عنه في اللجنة الأولمبية هذا خالد ما زال محل جدال، لأن الاتحاد العماني أصلا أعتقد وضع. لكن أبو حمد السؤال اللي يطرح نفسه، سيف دقيقة معك عسس الوقت، السؤال اللي يطرح نفسه يعني ليش المحكمة الكروية وهيئة التحكيم يعني تأخرت في القرار؟ ترى معطاك في الجانب الاخر تعطيهم. في الجانب الاخر لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف والاتحاد العماني لكره القدم لو كان هناك في يعني حريصه على مصالح الانديه وحريصه على انه الانديه هذه العقوبات اللي موجوده على الانديه كانت تابعت في الموضوع وتحركت في الموضوع على اساس انها تنهيها في اسرع وقت ممكن. اجاوبك ما تطول انا بقول لك ايش المشكله الكبيره. المشكلة الحقيقية أننا كاتحاد ما ممكن أكون في صورة باهتة وما أعترف بخطأي. لو اعترفت بخطأي أننا مخطئ في تنظيم مباراتين في نفس الملعب في توقيت غير صحيح وعرفت أن في ناس عندي متسببين وأعرف، كان ما حركت أوراقي بسرعة للجنة الانضباط عشان تأخذ قرار ضد النهضة. طيب. كان بجمع نفسي في الأول في الداخل وبشوف الخطأ مالي وبعاقب بعيد المباراة وبرجع للانضباط بقول هذا الناس المتسببين وسببي انا. طيب. انا الاتحاد كلجنه مسابقات او رابطه ايا كانت المسؤول عن اتخاذ القرار، انا بقول للانضباط في تقريري عندي متسببين من الاتحاد هم من تسببوا في ضر النهضه، ولذلك نحن نجد ان احنا مخطئين. ما عيب يا اخي الانسان يخطئ،
احنا بشر معرضين للخطا، لكن ترك الامر وحول بسرعه البرق للجنه الانضباط. نحن متفقين بان الاتحاد ولجنه المسابقات هي ممكن تكون اخطات في الموضوع، الانضباط كملوها. لكن انا اتكلم عن الاتحاد، عن لجنه الانضباط، عن الاستئناف. لو كانت حريصه على انه ما نصل الى هذه المرحله، صحيح مرحله يعني مصالح انديه، يعني هي المفروض انها يعني عارفه انه في مشكله ما بين النادي النهضه وما بين الاتحاد وما بين، وايضا هناك ممكن فرق تتاثر، يجب اني اتحرك على اساس اني يعني احاول اني يعني احل الموضوع. ما اوصل الى 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 حتى لجنه التحكيم او الهيئه المحكمه الكرويه اني اتابعها اذا في قرار بالنسبه لكم انتم بالنسبه للنادي النهضه يا اخي القرار يكون في اسرع وقت ممكن. طيب لانه هي المساله ما معقده خالص. عموما عليه في اكثر من عموما هذا الموضوع راح تم التشديد على هذا. نعم الموضوع سيف، بس عذرنا علشان الوقت، راح ناخذ مجموعه من التغريدات وبعد التغريدات كلمتين كذا للاتحاد وبعدها راح نتحول لمباريات الغد. ابو خالد الندابي، القرار جاء متاخرا وبصراحه احسه يظلم في بعض الانديه وهي ليست مستفيده من القرار، ليش ما حلوا المشكله في الدور الاول؟ جمال الشبلي، باقي شوي ويكون التوقيت ممتاز، مواحين قبل لا ينتهي الدوري بجوله، الاتحاد فاشل من الاخر. محمد المشيخي، القرار تاخر وهذا ما يثير الجدل وسوف تتضرر منه بعض الانديه. تضررت عاد محمد. جماهير النهضة، التعليق الوحيد إن الحق عاد لأصحابه. فهد البادي، قرار صائب ومن حق النهضة ولكن التأخير عليه ألف سؤال. هذا كلام جميل يا فهد. عبد الكريم، مساء الخير لضيوف الدكة، من يتحمل هالخطأ وهل غرامة كافية كعقوبة للاتحاد والأندية المتضررة؟ إيش ذنبها؟ سيف المقبالي، القرار في هذا التوقيت عليه علامة استفهام، نطالب الاتحاد بمراقبة الأندية أو نطالب الأندية بمراقبة أو نطالب الأندية بمراقبة الاتحاد؟ والله تتعايا يا سيف صراحة. جمال الشبلي، دام وصلنا هالمرحلة من التخبط في القرارات أحسن نلغي الدوري، اتحاد انفعالي ولا يفكر غير برد اعتباره بحكم القوة فقط. إبراهيم العجمي، قرار صحيح ومن المفروض الأندية التي في مؤخرة الترتيب تعمل بخطط بحيث لا تعتمد على نتائج الأندية الأخرى، القصور من الأندية بنفسها. هذا من طرح أيضا وذكره الأخوة. أبو الحسين الشنفري، المحكمة الرياضية تم إنشاؤها وتفعيلها حديثا بالدليل، قضية نادي النصر الشهير ضد اتحاد الكرة لفت على المحاكم والحكم بعدم الاختصاص. اعتقد على الاتحاد يعني بدل يعني عن كل هذا القيل والقال ويعني كل الحديث اللي حصل ان يعني تكون هناك يعني مثل ما نقول احنا مبدا الثواب والعقاب، اللي تسبب في خطا المباراه بالبدايه واقامه مباراتين في توقيت متقارب يجب ان يتحمل السبب ويتعاقب. ولجنه الانضباط ولجنه الاستئناف اعتقد يعني وذكروها الاخوه يعني مساله استقالتهم او اقالتهم هذه المفترض ان تتم وبشكل يعني غير قابل للنقاش، وايضا الضوابط واللوائح يجب ان تعاد صياغتها من جديد. وما يمنع يا جماعه الخير مثل الدكتور مبارك المقبالي ان احنا نستعين فيه، وتعال تفضل هذه لائحه لجنه المسابقات، واحد تعال شوف لنا وين الثغرات وين الاخطاء وين التقصير وخلينا نصدر لائحة نعتمد عليها. احنا اعتمدنا على لائحة وتناقشنا هنا في الموضوع عن اللائحة اللي اعتمدتها لجنة المسابقات، وقلنا النهضة أخطأ وحديث أربعة أشهر أو خمسة أشهر أن النهضة مخطي، ولجنة الانضباط أصدرت قرار بناء على هذه اللوائح، والانضباط والاستئناف أيد بناء على هذه اللوائح، تجي آخر شيء أن اللوائح فيها ثغرات وفيها أخطاء. يعني أعتقد أن هذا شيء صراحة محزن، وإحنا نتحدث عن دوري محترفين يجب أن تكون هناك قرارات بما يتناسب مع الخطأ الكارثي الذي حل بعديد الأندية بعد اللي صدر يوم الخميس الماضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم.
تحدي القدرة 24 ساعة للكارتينج. تواصل الجمعية العمانية للسلام. إذن في يوم الغد إن شاء الله وخلاص إحنا دخلنا اليوم ختام دورينا مع بقى مباراة مؤجلة. ما أعرف كيف نقول بكرة ختام الدور ولا زالت صراحة باقي مباراة. شيء عجيب لا يحدث إلا مش ختام إلا في دورين. عموما ست مباريات ستقام في الجولة رقم 26. نشاهد هذا التقرير اللي يتحدث عن مواجهات الست وبعد ذلك نبدأ الحديث عن المباريات. الليلة الأخيرة من عمر ضيفنا المحبوب المكروه أوشكت على الرحيل. آخر ما تبقى من آلام وجمال دور عمان تل للمحترفين يستكمل في جولته الأخيرة يوم الغد. المغادرين أنهوا تأشيرة الرحيل بمرارة، والبطل هرب بلقبه الرابع وسط حسرة ملاحقيه، وأجج أفراح مناصريه حينما أتى بشقيق لذلك اللقب. النصر خالي الوفاض في موسم أقل ما يطلق عليه استثنائي بالنسبة للقلعة الزرقاء. صال وجال ودك شباك خصومه بأهداف ذات أشكال متنوعة. ماكينة الأهداف كوفي ميشاك يتسلطن ويتربع على قائمة الهدافين. خصمهم فنجا في الجولة الختامية قد يكون صراعا على المركز الثاني، ففوز الأول يجعله بنفس رصيد نقاط الثاني. بيد أننا لو حاكينا الواقع قليلا لاكتشفنا أن لقاء الملكين سيكون خاليا من بهرجة التيجان والقصور. إن كان النصر يعاني مرارة الخروج بخفي حنين، فما هو حال القلعة الصوراوية؟ من كان قريبا من التتويج ببطولتي الدور والكأس معا بات يبكي حرقة من فقدان كلاهما. النواخذة قدموا نموذجا ناجحا في العمل على القاعدة، وإن خسروا بطولات الموسم إلا أنهم كسبوا فريقا للمستقبل وجب الحفاظ عليه. وعلى اقتناص المركز الثاني هو الهدف الحالي، فيما لن تمثل هذه المباراة سوى ليلة الوداع لنادي بوشر. اللقاء الأخير لبوشر في دور المحترفين ربما يعود مجددا بطموح أكبر، وربما يطول البقاء وتتعمق الجراح. من أثار الضجة والزوبعة الإعلامية قبيل انطلاق الموسم الحالي بات يقبع ثامنا بعيدا عن كل المراكز المؤهلة لبطولة خارجية، بعيدا عن الطموحات، بعيدا عن الأيام الجميلة. نادي صحم أو الموج الأزرق الذي لم يكن هائجا ولو لمرة واحدة هو
ودرس للتخطيط بحنكة وهدوء، درس علهم استوعبوه وتمعنوا في حيثياته. من يعيش الفرحة هذه الأيام إلى جانب الأرباوية هو أخضر البريمي، النهضويين الذين ناضلوا من أجل استعادة نقاطهم الست، وها هم يبتعدون عن كابوس الهبوط نحو النفق المظلم. بطل الموسم المنصرم توغل الطمع في قلبه وأصبح يفكر في مركز متقدم، هو طموح مشروع لإدارة أحرجت اتحادها وأفرحت أبنائها. لا يعلم الشباب إن كان من سوء حظه أن يلتقي بالمارد المتوج في آخر جولة له، أم من حسن حظه كون الأخير بات لا يبالي بنتيجة اللقاء. حسابات الملحق هاجس مؤرق للشبابيين، فالخسارة غدا مع فوز السويق وصحار ذلك يعني التأهب للقاء الرستاق والكفاح من أجل البقاء. بطل الثنائية لا زال يعيش أفراح انتصاراته، وحاله الآن كالذي يجلس على كرسي متأرجح، يضع الرجل اليمنى على اليسرى ويتابع المعمعة بصمت دون مبالاة بما ستؤول إليه الأمور. بشمال الباطنة يمني التماسيح أنفسهم في تجنب خوض مباراة الملحق، فالتعثر أمام الجار نادي الخابورة ذلك يعني احتمالية فقدان جمال اللون الأخضر في مجمع صحار، وهو ما لا يريد عشاق الكرة العمانية تخيله. فهود الخابورة كالذي يمتع على السيرك دون انتظار مقابل، أي نعم أمتعونا وأبهرونا، بعد أن الألقاب وحدها من تخلد في الذاكرة يا خابوري. المصنع والسويق نقلوها للوادي الكبير حيث ملعب نادي مسقط، أيبقى كبير السنوات الفائتة مع الكبار دون الحاجة لدخول الملحق، أم أن الجار لا يرأف بحال أخيه ويجبره على تجرع مرارة الخسارة؟ هي جولة الفرار من الملحق بالنسبة للشباب وصحار والسويق، عدا ذلك لا طعم لا لون لا رائحة. وداعا دورنا المتقلب، وداعا للسيب وبوشر، أهلا بالفارس المسقطاوي، ويا لجمال عودتك يا صلالة. نرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. بكرة الست أو اليوم الست مباريات، فقط مباراة النصر وفنجي ستكون منقولة عبر القناة الرياضية، وبقية المباريات كلها في نفس التوقيت. هيثم نبدأ معك. صحم الثامن ب 32 نقطة مع النهضة التاسع ب 30 نقطة، المباراة ستقام في مجمع البريمي. أولا خالد، يعني كثر الحديث عن نادي النهضة الآن على الموضوع الست نقاط وهذه، ومن ثم نبدأ بأنه صحن طلب أن يلعب المباراة في هذا الملعب، نظرا لأنه يعني تدري المباريات كلها بنفس التوقيت والجمهور يعرف، فهناك إشكالية أيضا. يعني لو هذه دائما ما نطرحها ونتطرق لها الزملاء كلهم على موضوع أنه ليش الأندية مثلا في 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 من تصير مباريات مثل هذا في كل موسم في توقيت واحد، يعني الأندية ليش ما عندها ملاعب صالحة؟ معظم الأندية ما عندها ملعب صالح أنه يستضيف، لا إضاءة لا أرضية ملاعب لا هذه. يعني إحنا باستثناء يمكن بالجولة إنشاء في مباراة على ملعب نادي مسقط اللي استضاف اليوم مباراة نادي ظفار والسيب، وغدا أو اليوم أيضا يعني أمس اليوم يستضيف المصنع والسويق. فعموما الفريقين طبعا نادي النهضة الآن يعني 30 نقطة بإمكانه الحصول على النقاط الثلاث، يعني الفريق الآن معنوياته مرتفعة، نعم يعني يقدر يفوز في هذه المباراة وهو يبتعد بنقطتين، لكن ممكن أن يتخطى فريق صحم. عنده ست نقاط في المجال. نعم بكل تأكيد. وفيما بعد المباراة، في حين نادي صحم يفترض أنه يلعب يعني ويحط أمام عينه هو الفوز في هذه المباراة أولا لكي ينهي الموسم، يعني على الأقل أنه بفوز، لأن الفريق مثل ما شاهدنا في المباريات معظم المباريات تتعثر بها. اليوم ولا واحد من فريق او يعني معظم مشجعي صحم كان يتوقع انه فريقه يتواجد بهذا المركز، يعني الان وبهذا الرصيد ب 32 نقطه. نعم. الجميع من ضمنهم احنا كمراقبين كنا نتوقع انه صحم ينافس على بطولات هذا الموسم، يعني اذا كان الدوري او الكاس او يتواجد في المسابقه الخارجيه اللي يعني حقيقه تالق فيها في الموسم الماضي في بطوله مجلس التعاون للانديه. فبالتالي المباراه طبعا مباراه متقاربه بين الفريقين، مباراه
يعني نادي يعني الفريقين الان يعني النهضه بعد ان حصل على النقاط وهذه اصبح يعني بمأمن، وهو ايضا ونادي الصحن، فالمباراه يعني ما تشكل مو من المباريات اللي تشكل خطوره على نادي الصحن لانه هو اصلا باقي في الدوري. طيب هلال الشباب راح يستضيف العروبه في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، الشباب 29 نقطه عاشرا يبحث عن يعني تجنب الملحق، العروبه بطل الدوري ب 49 نقطه. نعم ابو تركي تعطيني جزئيه؟ تفضل. بحكم ان هذه الجوله هذه الجوله تحديدا هي اخر جوله في الدوري. الان صحار عنده ملاحظه. شيء مباراه لكن. نعم في مباراه صحيح. ولكن صحار ومن حقه هذا الشيء على اساس ان القضيه اللي سارت وكل الامور. نعم. في مباراتين بامكانك تلعبهن بعد يعني حتى اذا انت تبدا الساعه 7 تلعبهن مش اليوم الثاني في نفس اليوم بس بوقت متاخر. اللي هي مباراه صور وبوشر ومباراه النصر وفنجة. لان فيها الهدف واضح بالنسبه لبوشر هو نازل. صحيح. وبالنسبه لصور هو يتنافس مع النصر وفنجة. وفنجة لان انت عندك مشكله ملاعب. صحيح. بقيه الانديه انت عشان تراقبها بشكل جيد وبشكل دقيق وتقدر تعطي مساحه للمتابع وتعطي لنفسك انت المساحه في ايجاد بعض الملاعب اللي هي صالحه لمباراه صحن مع النهضه، تمشي تحطها كخيار في 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 عبري ولا تحطها في ملعب النهضه. طيب خلينا لا بسالك برد عليك المباريات البقيه تلعبهم في نفس الوقت. طيب اسمح لي برد عليك في هذه الجزئيه، انت قلت صور وبوشر والنصر وفنجة. نعم. وين ممكن يعني صور يلعب في ملعبه؟ هل ممكن تجيب صحم يلعب في صور؟ لا 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 او تودي صالح يلعب ملعب نصر؟ لا لا انا القصد هين ملعب يعني المباراتين هذين ما يكون في نفس اليوم، ما يكون بكره في نفس. لا 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 ما فهمت انت، هن لازم يكون في نفس اليوم اللي هو يقصده الخبر. الان مباراه صور وبوشر في صور. ايوه صح ولا لا؟ مجمع صور، مباراه النصر مجمع السعاده هو وفنجة. صح ولا لا؟ يعني مثلا اذا المباريات البقيه تلعبها مثلا الساعه 6 على سبيل المثال تلعب هذين الاثنتين الساعه 3 ايش تفرق؟ زين ايش اللي تفرق؟ اللي تفرق لانك انت بعض المباريات ما جدت نفسك في ملاعب ممكن اللي تقدر انك يعني الان مباراه صحم على سبيل المثال كيف تلعب في مباراه في ملعب النهضه؟ لان في طرف متضرر. طيب مجمع صحار اصلا مجمع صحار يلعب مجمع صحار. انا عندك زي صحار عنده مباراه وصحم عنده مباراه، بس انت عشان تجد لنفسك حلول يعني ايش؟ طيب هلال لحظه علشان حلول لانه مباراه صحم والنهضه مرتبطه نتيجه من مباراه المصرعه والسويد. نعم. مرتبطه نتيجه مباراه صحار والخابر والشباب والعروبه زين هي بتخلي المباراه تلعب في نفس الوقت. ايوه تراقب نفس الوقت هذين اربع مباريات في نفس الوقت. انا اقول لك مباراتين اللي هن ما فيهن ارتباط بالفرق الثانيه تقدر تلعب في وقت. طيب هذا لحظه هلال انت تقول تقدر تلعب في وقت متاخر على اساس انك يعني تفسح المجال لهذه الانديه انها ما تلعب في ملاعب الانديه مثلا. نعم نعم. طيب وين بتخليه يعني؟ معقوله تودي صحن في صلاله او صور؟ صعب. لا لا صور. لا 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 ما اقول لك تودي ما اقول لك تودي صور ولا 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 صلاله. ما اقول لك المركز الثاني لازم. لا 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 معلش باحترامي انت ما توفقت في هذه. لا لا تكلم. لا بقول لك صور منافس على المركز الثاني. ايوه هي مرتبطه مع مباراه فنجة ونصر وفنجة على نفس التوقيت. فنجة ونصر انا اطرح لك هذا باقي المباراة زين بوشر على سبيل المثال بكره لو صار في قرار او صار شيء او حاجه لو قرار هي لا يمكن لا بوشر ممكن قرار مش بادي الحين قرار انت قبل شوي ما تقول بادي اذا بغى يستثمر الاتحاد يروح لكن هلال الاربع مباريات الاخرى يعني انت تقول صور وبوشر والنصر وفنجة اللعب مثلا الساعه مثلا الساعه انا اشوف مباراه صح من الغلط انها تلعب في نفس الملعب. احيي موقف نادي ظفار للسبب المعروف اداره نادي ظفار مع السيب. نعم مع السيب والمباراه ما تاثر على اي طرف. فريق نازل وفريق في الوسط ما تاثر على اي طرف. ايش كان الحل في مباراه الحل صحيح. تشوف ملعب السلام مثلا نادي السلام اذا كان جاهز ويفي بالغرض يعني ملعب نادي السلام ممكن ملعب نادي السويق مثلا ملعب نادي الشباب تقصد صح. طيب هلال علشان الوقت اقل 10 دقائق معنا هلال لان تاثر على النتائج. نعم. او متضرر لكن هم قالوا الملاعب ما مهيئه اعتقد نفس الفكره هذه اللي قلتها. طيب هلال يعني انا كوجهه نظر طيب الان على مباراه الشباب والعروبه. الشباب الفرصه الاخيره له كمباراه ويبعد نفسه عن لعب الملحق او دخوله في ممكن يعني من الفرق اللي مهدده باللعب الملحق. هذه الفرصه الاخيره. العروبه ما عنده شيء يخسره، يجب ان يقدم العروبه مباراه يعني مباراه تنافسيه بشكل 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 صحيح. ما نرجع لنفس الكلام وتبدا الشكوك وتبدا الكلام. يجب ان العروبه يقدم مباراه باي لاعب يختار الجهاز الفني، ويجب على الشباب كسب هذه المباراه.
أهدافه طيب. واضحة هذه المباراة. طيب سيف سلطان صور مع بوشر، صور جريح بخسارة الكاس وخسارة الدوري، بوشر اللي هبط رسميا يوم الخميس الماضي. صور عادلة الدوري مرة ثانية للعودة إلى التنافس على المركز الثاني. خالد أنا ما بتكلم عن المباراة بشكل، ولكن أتكلم عن صور هذا الموسم. فريق يحترم، فريق المستقبل، فريق قدم لاعبين على مستوى عالي. هذا الموسم نافس إلى آخر رمق في الكاس، وصل إلى النهائي وما توفق. في الدوري كان منافس قوي بالنسبة للعروبة وللبقية الأندية. العمل واضح وجيد ويثنوا عليه، وللأمانة يعني أنا أعتبره يعني باللاعبين الموجودين فريق المستقبل لنادي صور. إذا ما أراد مجلس الإدارة والجماهير والداعمين بأن يدعموا هذا الفريق، الفريق هذا بيوصل إلى بطولة، لأنه فعلا يستحق بطولة هذا الفريق في المواسم القادمة، لأنه يمتلك لاعبين على مستوى عالي. بالنسبة لبوشر، الواقع اللي تكلمنا عليه من بداية الموسم بأنه الفريق يعني وضعيته في دوري عمان للمحترفين لم تكن بالوضعية الجيدة، وكان هو على أمل في الجولة الأخيرة أنه ممكن يبتعد عن المركز الثاني 13 وما يهبط يعني بشكل رسمي، ممكن أنه حتى ينافس على يعني يلعب ملحق مع فريق نادي روستاق. ولكن بالقرار الأخير واحتساب استرداد نادي النهضة 6 نقاط، طبعا بوشر هبط لدوري الدرجة الأولى، والآن أعتقد أنه اللعب المباراة هو تحصيل حاصل بالنسبة له، ومباراة يعني أشوفها مهمة بالنسبة لصور أكثر ما هي لبوشر. نعم. سيف الجابري، النصر وفنجا أكيد قمة الجولة الأخيرة من دورنا. شوف خالد، هذه المباراة لا تقبل قسمة على اثنين، لأنه تعادلهم وفوز صور يجي يأخذ المركز الثاني ويحسم الموقف الدوري من ناحية المركز الثاني. بالتالي أحد الفريقين لو تعادلوا خسروا مع بعض، خاصة في ظل أن صور ممكن يفوز ومباراته على الورق على أرض الواقع وعلى الورق هي سهلة. لكن لما نعمل مقارنة بين الفريقين، أعتقد أن النصر كونه طبعا المباراة راح تكون في صلالة، يفترض أنه نشوف باكر ردة فعل إيجابية من النصر، لأنه راح يلعب مع فريق الأفضل مستوى في الدور الثاني، وقد يكون يمكن الأكثر الفرق حصولا للنقاط في الدور الثاني اللي هو فنجة، خاصة في السبع ثمان جولات الأخيرة. فبالتالي النصر يجب أن يدرك أنه فنجة ما عنده شيء يخسره، جاء من الخلف وصل إلى هذا المركز، وراح يحاول أنه يفرض إيقاعه في المباراة بحيث أنه يأخذ المركز اللي كان الناس كلها استبعدت أنه يكون في المركز الثاني، وكتعويض على الأقل يعني في نهاية الموسم من هذا الموسم. نعم. هيثم صحار والخابرة، يعني بس عفوا صور، بس المفروض أنه فنجة ما يفوز، بس لأنه إذا تعادل فنجة أو خسر فنجة أو النصر فاز صور طبعا مع فوز صور المركز الثاني. نعم مع فوز صور، لا أتكلم خسارة تعادلهم. نعم. المركز تعادلهم وفوز صور. أيوة. تعادلهم وفوز صور، تعادلهم وفوز صور طبعا فوز صور المركز الثاني. لا زين، وإذا فنجة فاز ما يقدر، وحتى لو صور فاز خلاص فنجة. المهم إنه عند صور لازم يفوز ويخسر فنجة ويتعادل، هو مركزه راح يحافظ عليه خلاص، يعني لازم فنجة يخسر ويتعادل ويفوز صور. لكن أتكلم النصر وبالنسبة للفريقين نصر، أنا ليش تكلمت يعني حقيقة متفاجئ أضم كلام السيف، في كثيرين الآن ينتقدون صور واللي صار والهذا، أنا ما أعرف كيف هذول البعض في ضجة كبيرة. نعم. يعني هل كان واحد متوقع أنه صور يصعد طيب مباراة النهائي الكأس ينافس على الدوري ممكن يصير الوصيف؟ هيثم صحار والخابور عشان وقتي هيثم، ما أعرف عموما. نعم. مباراة صحار والخابور طبعا كل الآن تحدثنا عن هذا الموضوع، أنه يعني على ضوء ما شاهدنا حتى التغريدات وهذه، وانه معظم المراقبين والمتابعين والجمهور اعطى النتائج مسبقا انه هذا حيفوز وهذا حيفوز، فالمرشح انه صحار يعني بواقعيه سيلعب مباراه الملحق مع الرستاق، المرشح هذا الشيء. لكن احنا مثل ما قلنا وانت ايضا تفضلت، انه صحار كسبنا فريق لديه جمهور وهو كان متعه الدوري، يعني جمهور نادي صحار هذا الموسم امتعنا كثير، فاحنا عطفا على هذا الشيء نتمنى يعني
انه صحار يبقى في مسابقه الدوري. ما تبرر استاق صعد يعني. لا لا مو يشوف هذه كره قدم مو انا مو انا لكن لا 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 انجاح لكن مسابقه صحار حتى لو بكره لا انا هني استاق او هني صحار اذا لعبوا الملحق نعم اي فريق بيلعب من الملحق ابو صقر اي فريق بيلعب من الملحق فرصته ما زالت موجوده في البقاء طبعا لكن انا اتحدث عن جمهور هذا الفريق اللي يمتعنا نادي الخابوره الكل اطلقنا عليه هو الحصان الاسود في بطوله هذا الموسم فعلا الفريق تضرر يعني بواقعيه بقرارات تحكيميه لكن كفريق قدم اداء مستويات في معظم مباريات الموسم شاهدنا مدرب جيد يقود الفريق باداره نعتبرها اداره رياضيه ولديها الخبره الكبيره ونتمنى يعني انه الرئيس المؤقت لاداره نادي الخابوره ان يكون هو الرئيس جددوا هم الثقه نعم جددوه اي نعم لانجاح المسابقه صحيح. يعني الشيخ فهد الحوسني الرجل رياضي ورجل معروف في الوسط طيب. الرياضي فبالتالي طبعا المباراه حتكون مثيره بكل تاكيد وهذا ما نتمناه. هلال المصنعه والسويق، المصنعه السابع ب 33 نقطه والسويق الثاني عشر ب 28 نقطه. نفس وضعيه الشباب بالنسبه للسويق في ظل النتائج والمستوى اللي قدم السويق في الدور الثاني متغارب مع المصنعه اللي جالس من طوال الموسم وهو يقدم مستوى جيد. نعم. يجب ان نشوف مباراه جيد بين الفريقين برغم انه المصنع ما له اي حظوظ في اي المراكز ولكنه في المنطقه الدافئه. نعم. مش مهدد بالهبوط او باشا ولكن في المقام الاول هي تم السويق بشكل جدا كبير يعني السويق النقاط اللي وصلها في الدور الثاني تحسب للجهاز الفني وتحسب للاعبين نفس الشيء قدم مباريات جيده. نعم. بس هي كمباراه في يعني للسويق هي الاهم في هذه المباراه نفس وضعيه سمعنا خالد انه حارس المصنعه محمود اليوسف سافر يعني وصلنا هذا الشيء ما اعرف صح او غلط يعني هلا تحقق الموضوع انه من الذكر يمكن الهلال او قال انه بعض الفرق او انت يمكن بعض الفرق الهلال ذكر نعم انه يسافر يسافرون هذا عموما بالنسبه في حاله يعني فقط للتوضيح هذه لقطات من مباراه الدور الاول تقدم السويق بهدف ورد المصنعه بهدفين فقط للتذكير في حالة تساوي طبعا ناديين أو أكثر مباشرة يعني يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ما عدا في حالة تحديد المركز الأول يعني إذا تساوي فريقين على المركز الأول فتلعب مباراة فاصلة مثل ما حصل بين السويق وفنجة وقبل ذلك بين فنجة ونادي الشباب بالنسبة للشباب والسويق وصحار هذه الثلاثة أندية هي الأقرب للملحق البعض يقول ليش تستبعدوا النهضة النهضة يملك مباراتين ومحتاج نقطة من ست نقاط ممكن وبكره راح يواجه صحم في ملعب وبعد ذلك يواجه ظفار في المباراه اللي تقريبا راح تكون تاريخ 28 بالنسبه للشباب والسويق وصحار اذا صار تساوي بين ثلاثه انديه مع بعض تساوي في النقاط وهذا يتم في حاله تعادل السويق وتعادل صحار وخساره الشباب في حاله تساويهم مع بعض الثلاثه انديه بالنقاط السويق له سبع نقاط الشباب له خمس نقاط صحار ثلاث نقاط وبالتالي صحار هو من يخوض الملحق السويق إذا تساوى مع الشباب كنادي فقط أو تساوى مع صحار فالأفضلية للسويق على اعتبار المواجهات يملك الأفضلية أما صحار إذا تساوى مع السويق مثل ما ذكرنا الأفضلية للسويق وإذا تساوى مع الشباب أتصور أنه الشباب وصحار 1-1 والشباب وصحار 4-4 متساويين فربما هنا يتم اللجوء أيضا لمسألة فارق الأهداف اللي أعتقد أنها لمصلحة الشباب وصحار يعني يدفع ثمن 13 تعادل مثل ما ذكرنا وسبع مباريات خسرهم يعني 20 مباراة دون أي فوز في الدقيقة الأخيرة تويتر فهد محمد نفلح مباراة الملك النصراوي غدا راح تكون للمنافسة على المركز الثاني وأتمنى تحقيق ثلاث نقاط وألف شكر وعرفان للاعب كوفي وراح يفتقدك الدوري أفا ما بيستمر مع النصر شهاب النوفلي عجيب مباراة غير مهمة يتم نقلها ومباريات يتوقع يصير فيها تلاعب لن تنقل بالعكس المباراة اللي بتنقل هي أهم مباراة تحديد المركز الثاني ياسر الفارسي جولة ليس لها تأثير على صاحب الدرع والنازلين للدرجة الأولى باستثناء تحدد صاحب المركز الثاني بين صور وفنجة وتحديد الملحق أيضا محمد البلوشي الفوز صحراوي إن شاء الله أرجوك يا التمساح لا تخذل جماهيرك وقفت معك من أول الدوري فلا تخذلها واشكرها بفوزك غدا بالتوفيق إن شاء الله للصحار زايد بني عرابة كل الشكر إلى إدارة الملك الفنجاوي على انتهاء الموسم ونتمنى القادم أفضل للملك وجماهيره الوفية
حسين السعدي، سيف الجابري توقعك نتيجة النصر وفنجان؟ تبى توقع حسين؟ مبارك الحتروشي، تحياتي لكم جميعا، أتمنى من جميع الفرق أن يلعبوا مباريات جدية بعيدا عن الشكوك، وكل فريق يعطي في المباراة كل ما يملك، والتوفيق من الله ونعم بالله. إبراهيم العجمي مبروك العروبة، هارد لك ستيف وبوشر، أتمنى من الله تعالى أن يتم تغيير إدارة نادي صحمة، وناشد الشيخ علي بن ماجد والشيخ علي البادي التدخل. سيف جابر توقع سريع، حسين السعدي صح، النصر أعتقد أقرب للفوز، النصر أقرب مباراة على ملعب، إذن خلاص فاز في الجبل دم قال سيف جابر. طيب وصلنا للختام، هلال بخير وسيف سلطان وسيف الجابري وهيثم خليل، شكرا لكم، بكرة إن شاء الله تعالى نلتقي بعد نهاية الجولة الأخيرة، وهي ليست الأخيرة خلنا نقول بالنسبة لدورينا الغريب العجيب هذه، تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم عمل البرنامج، إلى اللقاء.